اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء اليومي المتجدد، حلقه جديده تجمعنا على خير مع حضراتكم، ولقاء ونافذه جديده نطل عليها على حضراتكم وبرنامج مع الناس. حلقه الليله كما تعودتم دائما هناك فقره ثابته يحين موعدها كل يوم سبت، الفقره الطبيه التي نستضيف فيها كبار الخبراء والمتخصصين في العلوم الطبيه المختلفه للتعرف على احدث صيحات العلاج والوقايه من الامراض المختلفه وكيفية التحلي بسلوكيات صحية وصولا إلى حياة أفضل. في فقرة اليوم يدور حديثنا حول صحة الفم والأسنان واللثة وكيفية وقايتها من الأمراض وأحدث طرق التعامل الطبي معها. ضيفنا الكريم اللي هنشرف به في هذه الفقرة إن شاء الله دكتور عماد فتحي عبد الغني، استشاري جراحة الفم وتجميل الأسنان. أما بعد جولة الأخبار مباشرة وهي أولى فقراتنا الثابتة دائما في برنامج مع الناس، هنحتفي مع حضراتكم بإصدار جديد وهو كتاب الملك والكتابة الذي نستضيف مؤلفه الكاتب الصحفي الشاب محمد توفيق لنتحدث معه حول مضامين هذا الكتاب الجديد الذي يؤرخ لتاريخ الصحافة المصرية على مدار 50 عاما وعلاقتها المشتبكة مع السلطة مسايرة أو ناقدة أو رافضة، كيف كانت نظرة السلطة إلى الكتابة الصحفية طوال ذلك التاريخ، فضلا عن أسئلة أخرى كثيرة أعتقد أنها أسئلة شيقة جدا انطلاقا من عنوان الكتاب الملك والكتابة. نبدأ أولى فقراتنا كما وضحنا بهذه الجولة الإخبارية المعتادة من اليوم السابع. نبدأ، رئيس الوزراء لا مساس بسعر رغيف الخبز والإنفاق الحكومي وجه لمحدودي الدخل. قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء إن دعم المنتجات البترولية أصبح 35 مليار جنيه بعد أن كان 8 مليارات، وإجمالي ما هو موجه لدعم محدودي الدخل يصل إلى 90 مليار جنيه. وأضاف في تصريحات صحفية بمقر هيئة الاستثمار اليوم السبت أن أوجه الإنفاق الحكومي توجه للتعليم والصحة والإسكان ومحدودي الدخل، مؤكدا أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز. للمزيد من المتابعة أيضا لهذا الموضوع أرحب بضيفي الكريم الأستاذ محمد سويد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك، مساء الخير على حضرتك وسلام جيد. أهلا بك. في أي سياق يمكن يعني تفاهم تصريحات رئيس الوزراء في التأكيد على الأمور المرتبطة بالدعم وأنه لا مساس بسعر رغيف الخبز، هل هناك يعني بعض الأمور أثيرت في هذا السياق فاقتضت الضرورة أن يؤكد رئيس الوزراء من جديد أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز وانه الدعم يوجه لمحدود الدخل وما الى ذلك، اجمالا يعني في اي سياق يمكن تفاهم هذه التصريحات؟ يعني خلينا نقول في سياق يعني اولا اهتمام الحكومه ببرامج الحمايه الاجتماعيه على اختلاف هذه البرامج المتعلقه بالصحه والتعليم والاسكان والدعم، فيعني اعتقد انه هذا السياق هو الشغل الشاغل للوزاره يوم تلو الاخر بتعقد اجتماعات في هذا السياق، ولكن ايضا ده كان نوع من التاكيد وطمانه الناس على انه رغيف الخبز كما هو باقي بخمس قروش، والموازنه العامه للدوله لانه ده شيء مهم جدا، الموازنه العامه للدوله تتضمن وفقا لما اقره مجلس النواب 85 مليار جنيه هي اجمالي دعم الخبز والسلع التموينيه، يعني نستطيع ان نقول ان نصيب كل مواطن من الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية موجود إن شاء الله ومدبر في بنود الموازنة العامة، فيعني لا داعي للقلق، لا داعي للاستماع إلى شائعات ترددها ربما من يريدون عدم الاستقرار لمصر، ولكن إن شاء الله احنا بنعد كل المواطنين إنه في الفترة القادمة يكون تركيزنا على جودة المنتج أكثر منه على مجرد وصول الرغيف فقط للمواطن إن شاء الله. لسنوات طويلة أستاذ محمد كانت واحدة من المشكلات اللي بتواجه الدولة مسألة وصول الدعم لمستحقيه، وكان في الإطار ده أنه أحيانا كنا بنسمع بعض التعليقات من هنا أو هناك أنه الدولة ربما ليس لديها قاعدة بيانات محددة لمن يستحق الدعم. في الفترة الأخيرة هناك مؤشرات إيجابية على أنه ربما وزارة التموين ساهمت بقدر كبير جدا في إيجاد أسس لقاعدة البيانات هذه. أحب أطمن حضرتك اليوم النهاردة انتهينا من تحديث 19 مليون بطاقة، اليوم بدأنا في قاعدة البيانات المطابقة لقاعدة بيانات الرقم القومي، إن شاء الله مع بداية أغسطس هيكون لدينا قاعدة بيانات لا تحمل كل هذه الهموم والمشكلات التي تحدثت عنها، سوف تكون بداية ومرجعية
لتدقيق من يستحق ومن يحصل على الدعم بإذن الله. طيب أشكرك شكرا على هذا التأكيد، ومرة أخرى أشكرك أستاذ محمد سويد المتحدث باسم وزارة التموين. الخبر التالي من البوابة نيوز، تحقيقات النيابة في حدث طعن سائحات الغردقة. حصلت جريدة البوابة نيوز على تحقيقات نيابة الغردقة التي أجريت مع منفذ حادث قتل سائحتين ألمانيتين وإصابة 4 آخرين من جنسيات مختلفة يوم الجمعة. أوضحت البيانات المتوفرة لدى الجريدة أنه هذا الشخص يدعى عبد الرحمن شعبان أبو قورة، يبلغ من العمر 28 عاما، من مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، وهو خريج جامعة الأزهر. جاء في التحقيقات أن الجاني وصل إلى الغردقة في تمام الساعة 5 صباحا على متن أحد الأتوبيسات، وتوجه إلى أحد محال الأدوات المنزلية واشترى سكين مطبخ وهي أداة الجريمة التي استخدمها في الحادث. كان المتهم قد قطع تذكرة دخول قدرها 100 جنيه، وفور وصوله إلى شاطئ قرية ذهبية طعن السائحتين، ثم قام بالسباحة للقرية المجاورة وطعن 4 سائحات أخريات من جنسيات مختلفة. وعند محاولة ضبطه بواسطة أمن الفندق ورواد القرية السياحية، حاول الهرب وإلقاء السكين وهاتفه المحمول في مياه البحر. أيضا تبقى أسئلة كثيرة جدا حول هذا الحادث، دوافع هذا الشخص الذي قام بهذه العملية، وأيضا بعض الأسئلة الأخرى المرتبطة بإمكانية توفير أمن ما موجود لرواد هذه الشواطئ، خاصة الأجانب، في ظل هذه الظروف أو في ظل مثل هذه الحوادث، أم تبقى هذه أيضا حادثة فردية تخرج عن السياق العام والمألوف. عموما في انتظار ايضا تحقيقات النيابه في هذا السياق، لكن نتحول الى هذا الخبر من فيتو. الملك سلمان يشكر الرئيس السيسي على تقديم التعازي، حيث اجرى اليوم السبت الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، حيث اعرب الرئيس عن خالص تعازيه للعهد السعودي في وفاه شقيقه صاحب السمو الملكي الامير عبد الرحمن بن عبد العزيز ال سعود. كما عبر الرئيس خلال الاتصال عن صادق مواساته للملك سلمان، ومن جانبه أعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن شكره وتقديره للرئيس السيسي على تقديم التعازي في الفقيد، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من قوة وعمق للعلاقات التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي، متمنيا لمصر وشعبها كل الخير والاستقرار والازدهار. سكاي نيوز، مقتل عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة في الإسماعيلية. قال مصدر أمني السبت إن قوات الشرطة قتلت 5 عناصر إرهابية مسلحة في تبادل لإطلاق النار في محافظة الإسماعيلية. وأوضح المصدر أن القتلى متورطون في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، بينما تجرى عمليات فحص لكشف انتماءاتهم. ولفت إلى أنه تم ضبط عدد من الأسلحة بحوزة المسلحين، وتسعى قوات الأمن المصرية إلى القضاء على الجماعات المتطرفة التي تنشط شرق البلاد، خاصة في شبه جزيرة سيناء، وأخطرها تنظيم أنصار بيت المقدس التابع لتنظيم داعش الإرهابي. واحد أيضا من الأخبار أو الأحداث التي أثيرت اليوم في الشارع المصري، وكثير من التفاصيل أثيرت حولها، هذا الخبر نتابعه من المصري اليوم. مجهول يعتدي على حارس كنيسة بالإسكندرية، حاول استيقافه بسلاح أبيض. اعتدى مجهول على حارس كنيسة القديسين مار مرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء في منطقة سيدي بشر بمدينة الإسكندرية اليوم السبت، مستخدما سلاح أبيض، وأحدث إصابة في رقبة الحارس الذي نقل على أثرها إلى مستشفى مار جرجس المجاور للكنيسة لتلقي العلاج، وذلك حسبما أعلنه محامي الكنيسة جوزيف ملك. قال مصدر كنسي في كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية في تصريحات خاصة للمصري اليوم إن مجهولا حاول الدخول إلى داخل الكنيسة اليوم عندما طلب منه أمن الكنيسة إبراز تحقيق الشخصية، فرفض الانصياع للتعليمات، وقام على أثر ذلك بإخراج سلاح أبيض، وأصاب الحارس محدثا جرح قطعي في الرقبة، وتم نقل الحارس المصاب للعلاج بالمستشفى. سيادة اللواء إيهاب يوسف الخبير الأمني، أهلا بك ضيفا عزيزا عبر الهاتف. أهلا بك يا فندم. لا الشرف، مساء الخير، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بك يا سياده اللواء. اذا كان حضرتك عندك تعقيب اولا على الحدث اللي اشرنا اليه في الاسكندريه بدايه. هو بلا شك طبعا كنيسه القديسين لها ذكريات عند المصريين كلهم،
وخصوصا يعني فيما قبل ثورة 2011 والأحداث اللي بتحصل بصفة عامة. فالواقع النهاردة يمكن استرجعت مع الناس ذكريات معينة، ولكن أنا بعتقد أن الحادث حدث جنائي، مش مقصود منه عملية إرهابية بعينها، ويمكن التحقيقات لسه هتشير لده أكتر في المرحلة اللي جاية. تمام، هل في نفس السياق حضرتك شايف الحادث بتاع الغردقة أنه حدث بعيد عن فكرة العمليات الإرهابية وملابساته، يعني إذا كان من علامات استفهام أو نقاط حضرتك حابب تلفت النظر ليها، هذا الشخص الذي قتل سائحتين المينيتين بسلاح أبيض وأيضا أصاب 4 سائحات في حركة تنقل ما بين القرى السياحية أو الفنادق في الغردقة؟ بالضبط. هو خلينا نفرق بين حاجتين لو حضرتك تأذن لي والسادة المشاهدين. الحادث اذا كان اي حادث بيحصل اهدافه والابعاد اللي من وراه، وفي نفس الوقت نبص من ناحيه ثانيه على التاثير بتاعه. فاحنا لو بصينا على اي حادث بيحصل في مصر حتى لو كان حادث بسيط، تاثيره العالمي بالنسبه لنا سيء جدا، خصوصا بنتكلم على منظومه السياحه ورغبتنا في استعاده المكان السياحي اللي احنا كنا عايزينه، حتى لو كان حادث فردي. حتى لو كان حادث فردي. انما لو احنا اتكلمنا عن الحادث بتاع الغردقه بالذات، انا بعتقد ان هو حادث برضه بيخش تحت الاطار الجنائي مش السياسي. لان اولا الشخص اللي عمل الجريمه دي ملوش لحد دلوقتي اي خلفيه سياسيه حسب التحقيقات ما قالت لحد النهارده. الشيء الثاني ان هو دخل بيستهدف سيدات اجانب بعينهم، يعني مش ضرب اي حد. يعني هو لو كان ليه اهداف ممكن نقول عليها اهداف سياسيه، كان مثلا قتل اول 5 يقابلوه او اول 6 يقابلوه، انما هو استهدف السيدات بالذات. طبعا الحاجات دي كلها ممكن يكون ليها علاقه بالنفسيه، ممكن يكون ليها علاقه بالاختلال العقلي، ممكن يكون ليها حاجات كتير جدا. مش عايزين، انا شخصيا مش عايز اسبق الاحداث، ولكن في اعتقادي بنسبه كبيره ان ده حادث جنائي، وبالرغم من التأثير السلبي بتاعه علينا من الناحية السياسية ومن الناحية السياحية. طيب لما نيجي نبص ايه اللي كان ممكن نعمله، هنلاقي ان في لما تيجي تبص حتى الجرائم اللي زي دي حصلت قدام البرلمان الانجليزي، لما واحد برضه بسكينة ضرب شرطي هناك قدام البرلمان الانجليزي. فهي حصلت في تونس، فكرة الوقاية من الجرائم الفردية الصغيرة اللي بالمنظر ده صعبة جدا. حصلت في تونس، وان كانت تونس عملية إرهابية بس كانت برضه على شاطئ احد الشواطئ يعني. لا بس لا، الجريمه اللي حصلت في سوسه كانت اكبر كده بكتير. كان فيها استخدام لسلاح ولكن برضه زي ما حضرتك بتقول الاستهداف السياح في المناطق السياحيه بيأثر تأثير قوي جدا، ويمكن يعني طيب. معدلات السياحه في تونس وفي مصر ما زالت لسه ما قدرتش تتعافى من الاحداث الارهابيه. طب انا ما يعنينا هنا سياده اللواء مع الوضع في الاعتبار انها حوادث فرديه او حوادث جنائيه زي ما حضرتك وصفتها، هل احنا معنيين انطلاقا حتى من الظروف اللي احنا بنعيشها، وايضا مع الوضع في الاعتبار زي ما حضرتك اشرت انه اي حادث بيؤثر على سمعه مصر وبيكون له مردود سلبي بسبب الظروف اللي مصر بتمر بيها، هل احنا معنيين هنا باجراءات امنيه اكثر مما هي عليه الان بالنسبه لشواطئنا وخصوصا في القرى السياحيه او الفنادق اللي بيرتدها بعض السياح الاجانب، ولا ده هيكون شيء مبالغ فيه اذا اخذنا اجراءات امنيه اكثر مما هي عليه الان؟ لا بلا شك يا فندم، احنا لو بصينا هنا لازم نوسع النظره شويه لو حضرتك تأذن لي. سواء كنا بنتكلم على جنائي او سياسي، احنا لازم نكون حاطين في بالنا ان احنا بنستهدف، وده ما احنا بنستهدف سواء كنا بنستهدف من ناس محترفه وهنا بنتكلم على تنظيمات ارهابيه، او من الذئاب المنفرد زي ما بيقولوا، او حتى من الجنائي، يبقى انا لازم يكون ليا الخريطه الامنيه الاشمل ان انا بشتغل عليها. وهنا لازم ابتدي ابص على كل المناحي. احنا لما نيجي نبص على فكره السياحه، يبقى احنا باخد السائح من اول ما بيوصل مطار اللي هيوصل او نقطه الوصول الى نقطه المغادره، كل المراحل اللي هو بيمر بيها بما فيها من سواء التاكسي اللي بيتقابل معاه عشان ما يحصلش عمليات اغتصاب في الشارع، بما بيتكلم على البنت اللي ماشيه في الشارع ازاي ما حدش يتحرش بيها، الشواطئ وازاي ما حدش يعتدي عليهم، كل حاجه ناخدها خطوه بخطوه ونحط لها ما يطلق عليه خطه اداره مخاطر. تمام. ونبتدي نشوف ازاي ممكن نقلل احتمالات حدوث المخاطر لهؤلاء الاشخاص، لان خلي بال حضرتك النهارده الحوادث الفرديه او الارهابيه ممكن تحصل في اي حته في العالم. اللي بنقاس عليه هو مدى استعدادنا للتعامل مع الحدث في حينه، ومدى امكانيات الوقايه او قدرات الوقايه اللي احنا فرضناها. فاحنا لو عملنا اللي علينا بقدر المستطاع وتوفيق ربنا كان معانا يبقى كويس. لو لا قدر الله الجريمه اكتملت، ازاي احنا بنتعامل معاها ورد فعل بتاعنا عامل ازاي؟ ده اللي بيخلي الناس تقول لا دي دوله
هنروح لها او لا. يعني لما تيجي حاجه تبص على الاحداث الارهابيه اللي حصلت في لندن وفرنسا، ما زالت السياحه هناك متدفقه. ليه؟ لان في السائح بصفه عامه عنده انطباع ان الشرطه الانجليزيه او الشرطه الفرنسيه هتتعامل باحترافيه وبسرعه. طيب ده اللي يهمني ان انا اوصله. انا سامحني اذا كنت انا بقطعك، بس لان الوقت بتاع الجوله الاخباريه محدود والموضوع مهم. لما حضرتك تقول الكلام ده انه الاجهزه الامنيه لازم تلتفت الى كل هذه التفاصيل، حد ممكن يقول لحضرتك انه ده تحميل زياده على الاجهزه الامنيه، ربما ده يعني هي يستنزفها في الجهد والتكاليف، فهل ده مقبول ولا لا مع الوضع في الاعتبار انه لا قدر الله انه كان ممكن الجريمه دي يتم تنفيذها باستخدام سلاح آلي او مشابه، فكانت هتبقى الكارثه اكبر واشمل واعم. كلام حاجة صح جدا. وعشان كده لازم نبتدي نستخدم اكتر التكنولوجيا الحديثه وهي كاميرات للرصد و و و ونستخدم افراد الامن. يعني اللي مسكوا الولد اللي عمل الجريمه دي في الغردقه افراد الامن الخاص اللي في الفندق وقدروا يتحفظوا عليه وسلموه للشرطه. هنا نموذج طيب جدا للتعاون بين اجهزه الامن الخاص واجهزه الامن بتاعت الحكومه. لازم نضاعف ده قدر الامكان ونزود من الامكانيات. تمام. مرة تانية ده مش هيؤثر على السياحة بشكل سلبي أو سيادة اللواء، فكرة أنت تتواجد عناصر شرطية على الشواطئ أو في أماكن؟ لا عفوا، أنا بقولش عناصر شرطية، أنا بقول إن حضرتك يكون عندك قدرات أمن عالية. قدرات أمن عالية ممكن يكون فرد شرطة لابس زي مدني، ممكن يكون فرد أمن خاص أنت بتستخدمه في فندق من الفنادق أو في بنك من البنوك. يعني لازم نوسع الخريطة الأمنية بتاعتنا، وبنستخدم فيها ان يعني الشخص اللي بيحط او المجموعه اللي بتحط الخطه الامنيه بتستخدم فيها كل الامكانيات المتاحه، سواء كنا بنتكلم على تكنولوجيا، على عوائق طبيعيه، على موظفين سواء امن خاص او اداريين والامن الحكومي. عظيم. اشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء ايهاب يوسف الخبير الامني. الخبر التالي من الوطن، استشاري هندسي يكشف السبب الفني وراء تخفيض سرعه المترو في فصل الصيف. قال المهندس هاني ميلاد استشاري الهندسة أن ارتفاع حرارة الجو هو سبب تخفيض سرعة عربات مترو الأنفاق في فصل الصيف للحفاظ على سلامة السكك الحديدية. وأضاف ميلاد في تصريحات للوطن أن تمدد القضبان بفعل درجات الحرارة يزيد مع ارتفاع درجة الحرارة في الصيف، خاصة في القضبان المكشوفة، لذلك حفاظا على سلامتها تقلل سرعة عربات المترو أو السكك الحديدية. كان سيد أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أعلن أمس عن تخفيض سرعة مترو الأنفاق بسبب ارتفاع درجات الحرارة. بكده بننهي هذه الجولة الإخبارية السريعة، نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم وجبة إخبارية متكاملة لحضراتكم. نخرج إلى فاصل، بعد الفاصل نبدأ معكم حوارا أو أولى فقراتنا الحوارية، حديث في صحبة أو شرف صاحبة الجلالة الصحافة، ولكن من زاوية خاصة جدا التفت إليها الكاتب الصحفي الأستاذ محمد توفيق، علاقة السلطة مع الكتابة على مدار حوالي 50 عاما. نقاط شيقة جدا نطرحها إن شاء الله مع ضيفنا الكريم الأستاذ محمد توفيق صاحب كتاب الملك والكتابة، ولكن قبل ذلك نتابع هذا التقرير للزميل رامي محمد حيث أعلنت نتيجة الثانوية الأزهرية، نتابع تفاصيل حول الأوائل والذين وفقوا في هذه المرحلة المهمة من عمرهم. نتابع هذا التقرير وبعده نبدأ أولى فقراتنا الحوارية. وسط حالة من السرور بين الطلاب والأهالي، أعلنت نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية لعام 2016-2017، كما كرم أوائل الطلبة الحاصلين على أعلى الدرجات في القسم العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية. نسبة النجاح هذا العام 57.2%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة، وسترتفع أكثر حين يضاف إليها الناجحين في امتحانات الدور الثاني إن شاء الله. لمواجهة ظاهرة تسريب الامتحانات، كان هناك نظام جديد يعتمد على نماذج مختلفة لورقة الامتحان، وقد حقق نجاحا بعد تجربته العام الماضي. هناك 4 نماذج مختلفة داخل اللجنة الواحدة، وكل الامتحان في مجمله هو امتحان واحد، ولكن ترتيب الأسئلة والنقاط والجزئيات هو المتفاوت حتى لا تكون هناك إمكانية للتواصل بين الطلاب أثناء اللجنة. الاجتهاد والتركيز
التنفيذ كان الدافع للطلاب للوصول إلى التفوق والنجاح، بالإضافة لدور الأسرة الداعم. هي في أول السنة بتبقى صعبة شوية، وفي الآخر بقى فترة الامتحانات طبعا بتبقى أكتر ضغط، لأن أكمل مواد كتيرة والواحد عايز يلحق يخلص والحاجات دي كلها. بس طبعا أهلي طبعا دايما كانوا واقفين جنبي ودايما كانوا بيشجعوني وكانوا متوقعين مني حاجة كبيرة الحمد لله يعني، والحمد لله وصلت لها. أصعب حاجة في الدراسة المناهج الطويلة والصعبة جدا، لدرجة إن إحنا كنا يمكن بنضطر ناخد المادة مع أستاذين عشان نقدر نكمل المنهج. لازم نبذل مجهود أكتر عشان نحاول إن إحنا نخلص المواد وكده، فكنا بنحاول على قد ما بنقدر إن إحنا نعمل اللي علينا يعني، فالحمد لله ربنا بيكرم في الآخر. الأسرة وفروا لي كل جو يعني يصلح للمذاكرة، ولازم الإنسان يجد واجتهد عشان يحصل اللي هو عايزه. كان الشيخ الأزهر قد قرر إعفاء أوائل الطلاب من مصاريف الدراسة الجامعية ورحلتي حج لأولياء الأمور لتهنئتهم بالنتيجة المشرفة وتقديرا لتفوقهم. أهلا بكم مجددا. لأكثر من قرنين من الزمان تاريخ عريق تمتلكه الصحافة المصرية، بدأته في بلاط محمد علي باشا ثم خرجت منه إلى الشارع، ومنذ ذلك التاريخ ظلت تتنقل من القصر إلى الشارع ومن الشارع إلى القصر، وظلت علاقتها بالسلطة وأصحابها محل جدل ونقاش مستمر. ولأن أفضل من يرصد مراحل تاريخ صاحبة الجلالة هم أبناؤها، فقد استقبل الوسط الصحفي بترحاب كبير كتاب الملك والكتابة، قصة الصحافة والسلطة في مصر، للكاتب الصحفي الشاب محمد توفيق، الذي يرصد عددا من الحكايات الصحفية عبر حوالي 50 عاما من تاريخها، والذي يسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الفقرة للحديث حول أهداف ومضامين هذا الكتاب المهم. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك. وإيه رأيك في تقدمة الكاتب الصحفي الشاب؟ لا طبعا الشاب يسعدني جدا. أنا أكدت عليها مرتين. اولا احنا مفتقدينك طبعا في جولة الصحافة، احنا لطالما يعني سعدنا بيك ضيف عزيز في الصحافة، وسعداء ايضا بهذه الفقرة ان شاء الله، لا والله انا اسعد تكون مثمرة بوجودك ان شاء الله. قبل ابدا الكلام مع حضرتك اسمح لي بس، لانه نتيجة الثانوية الازهرية طبعا اعلنت، فبنبارك لكل ابنائنا الطلاب اللي يعني وفقوا، ونتمنى لابنائنا الذين لم يوفقوا كل النجاح ان شاء الله في محاولاتهم القادمة باذن الله. لكن خلونا نعرف تفاصيل اكتر حول نتيجة الثانوية الازهرية. معي عبر الهاتف دكتور محمد ابو زيد الامير، رئيس قطاع المعاهد الازهرية. اهلا بك دكتور محمد. اهلا وسهلا بك. اهلا ومرحبا. اهلا بك يا فندم، وسعداء بتواصل حضرتك معنا. الله يكرمك، بارك الله فيك. الله، النتيجة السنة ده فندم تقييم حضرتك ليها ايه من حيث النسبة وتفاصيل اكثر حواليها، بعض الدرجات في بعض المواد؟ هو حضرتك اولا بالنسبة لنتيجة السنوات الازهرية، احنا هذه النتيجة هي النتيجة في الواقع الحقيقي لمستوى ابنائنا وبناتنا الطلاب. وبعدين احنا بكل صدق وصراحة احنا يعني حبينا ان احنا نبين للمجتمع ان دي الواقع، واقع الطلاب، وهذه النتيجة هي اللي تعبر عن الواقع الحقيقي. تمام. احنا حضرتك طبعا اتخذنا كافة التدابير لمنع الغش، ان احنا عارفين ان اول طريق للاصلاح ان الطالب طبعا اذا كنا احنا نريد الاصلاح كلنا، اول طريق الاصلاح منع الغش. طالب لما يكون داخل وعارف ان هو مش هيغش وعنده يقين بهذا، هيطلع مدرس ناجح، هيطلع مهندس ناجح، هيطلع طبيب ناجح. وهذا ما قمنا بالفعل بتحقيقه بكافة الضوابط بالنسبة للثانوية الأزهرية. جاءت نتيجة الثانوية الأزهرية هذا العام 57.2%. دي مش نسبة متدنية شوية يا دكتور يعني؟ لا مش متدنية، ده هو الواقع. تمام. ما هيش نسبة متدنية. العام الماضي كانت حوالي عن 41، العام اللي قبل الماضي كانت 28. احنا ان شاء الله احنا بنسعى. طب سامحني لانه طبعا اسئلة بتثار على هامش هذه النسبة، يعني البعض ممكن يقول لك انه قدرات الطلاب في الثانوية الازهرية للتحصيل ضعيفة او ما شابه. اولا البعض يقول لك سامحني يعني انه المواد صعبة التحصيل، كل هذه الامور اسئله تثار من وحي النسبه اللي حضرتك اشرت ليها، لدرجه انه في بعض الناس ممكن بتهرب من التعليم الازهري وتحاول تدخل ولادها التعليم العام. يعني
هو في الحقيقة طبعا عايزين نقول ان التعليم الازهري الطالب فيه بيدرس دراسة هي دراسة اللي بيدرسه زميله في التعليم العام، اضافة الى ان عندنا دراسة تخصصية في اللغة العربية وفي المواد الشرعية، وده بيمتد بيها. يعني الطالب عندي في الثانوية الازهرية معاه 2 ثانوي، تمام، معاه 2 سنوات اذا اردنا ان نعادل وان نقارن بزميله في التربية والتعليم، تمام، لانه بيدرس دراسة تخصصية شرعية متخصصة، وهذا ما يميز الازهر عن غيره، وهذا ما جعل الازهر العراقة منذ ما يزيد طيب على في 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 سياق تامل حضرتك لدرجات المواد، هل اللي نزل بنسبة النجاح المواد الشرعية ولا المواد التعليمية العادية؟ اولا بالنسبة لهذه الامور المواد متفاوتة عندي، هنقول النسبة المتفاوتة، والطالب حضرتك دلوقتي احنا كل ما نهدف اليه ان الطالب يكون ناجح بمجهوده، والطالب يكون عنده يقين بان طريق النجاح انما هو حضرتك ايه، انما هو النجاح بالجد والاجتهاد. ولعل طبعا انتوا شايفين طبعا ايه فضيله الامام الاكبر لتشجيعه للطلاب وابنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، طبعا جاءت المفاجاه ان فضيله الامام الاكبر قرر ان ولي الامر لأوائل الطلاب الأربعة على الشعب الأربعة إن الوالد والوالدة إن شاء الله فضيلة الإمام رحلة العمرة رحلة الحج حج رحلة حج هذا العام بسم الله ما شاء الله ربنا يكتبها لنا جميعا يا دكتور. طيب حاجة وده طبعا باب التشجيع أكيد وإبراز إن العلم مكانه وإن هؤلاء أبنائنا وبناتنا المتفوقين والمتفوقات دمت، يعني طبعا احنا لا نريد ان نقول لهم ان جهدكم، وبنشجع كذلك ايضا ابنائنا وبناتنا اللي هم حضرتك طبعا في باقي السنوات بنقول لهم كل طالب هيتفوق ان شاء الله هيكون له مكافآت، لا ده الاكثر من كده كمان ان جميع الطلاب الاوائل اللي هم طبعا في القسم العلمي بلغوا 16 والقسم الادبي 10 وطلاب المكفوفين 5 وكذلك ايضا الطلاب الشعبة كذلك ايضا 5 غير موضوع الحج والعمره لهم مكافآت ماليه من قبل فضيله الامام الاكبر. هذه المفاجآت تنم عن تشجيع فضيله الامام لطلبه العلم في الازهر الشريف. اشكرك شكرا جزيلا الى مجده. اشكرك ان شاء الله هو دائما في يعني تقدم وبحفظ الله دائما ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد ابو زيد الامير رئيس قطاع المعاهد الازهريه، شكرا جزيلا لك. اعود اليك يا استاذ محمد وارحب بيك من جديد واعتذر ليك وان كنت انت صاحب بيت. انت صاحب بيت طبعا يعني انا بعتبر نفسي كده صاحب بيت يعني. لمن لا يعرف محمد توفيق، تقدم نفسك ليه زي ايه المساحه اللي حضرتك يعني بتحب تكتب فيها او بتجد نفسك فيها؟ هل او اتفضل مش هديلك خيارات وانت حضرتك يعني لا هو اتفضل. هو بسم الله الرحمن الرحيم، هي الفكره بمنتهى البساطه انه انا ده كتابي التاسع. انا عن 8 كتب قبله. الكتاب ده هو كان اصعبهم بالنسبه لي واكتر كتاب ارهقني واكتر كتاب تعبت فيه، لان الحقيقه كنت بشتغل بشكل احيانا كنت بتشكك هو انا يعني هو ده فعلا هيطلع بجد يعني يعني فكره انه احساسك انك من كتر ما انت منغمس لساعات طويله جدا في الكتابه والقرايه والمذاكره وانك بتحاول تشتغل باقصى جهد عندك انه طب افرض ده ما عجبش حد، افرض ده ما طلعش كويس، افرض ده طلع بين قوسين كلام فارغ، وانا طول الوقت بشتغل حقيقه وبحط قدامي دايما الجمله بتاعت الزحمه رجب، الكلام نوعين، كلام فارغ وكلام مليان كلام فارغ. يعني في النهايه هو كلام فارغ. فازاي تتجنب الفكره دي وازاي تبقى بتشتغل بجد وفي نفس الوقت ينتج. هي فكره الكتاب جات لك ازاي؟ بس برضه قبل ما اعرف فكره الكتاب انا حابب انه حضرتك تقدم نفسك للناس، انت بتحب كتابه اي لون من انواع الكتابه؟ هل التاريخ؟ انا بحب التحليل السياسي، الاشتباك مع قضايا، يعني انا الحقيقه بحب التاريخ. بس انا طول الوقت رايي يعني رايي في مساله التاريخ دي ان احنا فاهمينها غلط. زي ما انا رايي برضه ان احنا فاهمين القرايه كلها غلط، يعني طول الوقت احنا القرايه عشان اتربينا على قرايه امل وعمر اللي كانت في كتاب القراءه وتفاصيل كتاب القراءه اللي كانت كفيله بانها تكره الواحد في القراءه، وبالتالي فطول الوقت مشينا في السكه دي واحنا مش عارفين هي القرايه حاجه كويسه. يعني اي حد بيسالني يقول لي اقرا ازاي؟ اقول له اول حاجه ضاع حاجه بتحبها. اي حاجه بالمناسبه لو بتقرا في الكوره اقرا في الكوره، يعني بتقرا في الفن اقرا في الفن. فكره القرايه انك في كتالوج، برضه المثقفين احيانا بيحط كتالوج للقارئ. انت لو ما قريتش العقاد وطه حسين يبقى ما قريتش. لا الحقيقه مش ضد الفكره دي تماما. اقرا اللي تحبه، ثم بعد كده بالمناسبه هي القرايه مراحل ومنهج.
انت بمجرد ما تجاوزت حاجه هتروح للي بعدها اوتوماتيك. لكن فكره دخول الشخص القرايه نفس الفكره بالنسبه لي بالتاريخ، ان انا بستخدم التاريخ في السياسه، في الفن، في الرياضه، في تاريخ مصر كله. انا رايي طول الوقت تاريخ مصر كله، يعني انا كتبت 3 كتب سير ذاتيه، كتاب عن صلاح جاهين، كتاب عن الابنودي، كتاب عن استاذ احمد رجب، والثلاثه كان فيهم تاريخ مصر خط درامي، لانه في النهايه ما تقدرش تفصل الشخص، ما تقدرش تقول ايه عبد الرحمن الابنودي هتكلم عن عبد الرحمن الابنودي ومش هتكلم عن تاريخ مصر. يبقى بين قوسين بتهزر، يبقى بتتكلم عن حاجه ثانيه. تمام. وبالتالي فالتاريخ هنا فرض عين مش فرض كفايه. تمام. يعني فكره ان انت بتتكلم عن تاريخ مصر، انا رايي انه لازم طول الوقت خط تاريخ مصر ده يبقى هو موجود في اي كتاب بعمله، واظن انه في 9 كتب، يعني كل الكتب فيها طيب تاريخ مصر. انا في بعض الكتب اللي اتيحت لي فرصه ان او شرف ان انا اقرا بعض كتابات حضرتك، لعلي لاحظت انه كتاباتك من اهم مميزاتها انها سلسه وخفيفه، ومعرفش انت دايما بتحاول ترسم ابتسامه دايما على وش المتلقي حتى بشكل غير مباشر. صحيح. هل ده برضو لازم يكون حاضر مع حضرتك في كتابات تاريخيه دسمه زي دي ممكن نتوقعها في كتاب؟ الحقيقه كل اللي بتمناه انه ده اللي يوصل. يعني انا طول الوقت بتمنى وانا بشتغل انه احيانا في ناس بقى اللي هم يعني المثقفين الكبار يقول لي انت مسهلها قوي كده ليه؟ بالظبط. صعبها شويه. لا انا الحقيقه انا قصدي اسهلها. ولو اعرف اسهلها اكتر من كده هسهلها. وطول الوقت ببقى مشغول في الكتابه بانه الكلمه دي ولا الكلمه دي اسهل، لا الكلمه دي. فانا ممكن بمنتهى البساطه انت مش عايز القارئ يفلت من ايديك خالص، وبس مش عايزه كده، ده انا كمان عايزه يبقى حابب الموضوع ويشترك معاه. يعني اكتر حاجه بحبها لما مثلا حد يكلمني يقول لي، وده حصل الكام يوم اللي فاتوا من ساعه صدور الكتاب، انه حد يكلمني يقول لي السطر الفلاني، انا كاتب 50,000 كلمه، فهو بيكلمني على 4 كلمات في 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 سنه من السنين. وبالتالي الاشتباك ده بصراحه انا يعني ده طول الوقت بشوفه انه تسعد انت بالملاحظات دي جداً، ما تضايقش منها. لا بالعكس تماما. لان انا رايي طول الوقت الاشتباك ده هو اللي بيصنع الكاتب. يعني انا في النهايه الكتاب ده بيعد كتاب من كتب التاريخ، كويس. ما حدش بيشتبك مع التاريخ، ما سمعتش قبل كده حد اشتبك مع التاريخ، لكن انه يحصل الاشتباك، الناس تشوف تتعامل معاه انه واقع، وتتعامل معاه على انه لسه بيحصل، وتتعامل معاه على انه دي حاجة مستمرة طول الوقت، وانه طول الوقت فكرة ان انت سواء بتتكلم عن الصحافة هنا والصحافة مستمرة وازماتها، فانت بتشوف الحاجات اللي ادت للازمات، بتشوف البذور، بتشوف كمان التغيرات، وبالتالي فالاشتباك هنا خاصة ان انا بحكي من خلال قصص. يعني انا طول الوقت طول الكتاب عبارة عن قصص، يعني الكتاب مثلا فيه 50 سنة فيهم تقريبا 200 قصة. والاسلوب ده بيستهوي المتلقي او القارئ الحمد لله. يعني الرد فعل بيجي لي. انا حابب برضه تبقى افكارنا مرتبه قبل ما تيجي لتفاصيل الكتاب. الفكره جات لك ازاي؟ هتتفاجئ الموضوع. فكره جات لي ازاي دي؟ اولا فكره من 15 سنه. يعني انا في 2002 بدات اول حاجات في الكتاب ده، يعني في حاجات مكتوبه في الكتاب ده الناس هتتفاجئ من سنه 2002 مكتوبه بالمناسبه ما غيرتش فيها حاجه، يعني لما جيت اقراها قلت والله انا كنت بكتب كويس. فيا دوبك بس ايه، كان يعني زي ما نقولوا نسخه منقحه ومزيده. وبالتالي فيا دوبك اشتغلت على تظبيط الحاجات اللي اتكتبت عشان تناسب الكتاب اكتر، لكن ابتديت فعلا في 2002 و2003 بديت اول حاجات في الكتاب. طيب الغلاف نفسه لو حبيت حضرتك تتكلم عنه، وانا برضو هرجع للفكره، بس انا حابب برضو انه لا هو الغلاف معانا هوت، لو حضرتك حابب برضو تلفت نظر. دي ده شكل العمله، عمله ده شكل العمله في مصر، عمله معدنيه في مصر عادي جدا. وده ورقه جورنان سنه 56. لان برضو كنت حابب ان الزمن يبقى ممثل في الغلاف، هتلاقي السعر 10 مليمات، ده كان سعر الجورنان ساعتها. بس طبعا اللي هي ال 10 مليمات هياخد الكتاب. بس انا سعر الكتاب بس هو مش سعر الكتاب طبعا. ما انا رايي ان هو ده يعني اللي هي 10 مليمات ياخد الكتاب حقه، ده الفخ. لقد وقعنا في الفخ. في نفس الوقت كانت يعني صديق الحقيقه عبد الرحمن الصواف والناشر الاستاذ سليمان القلشي في دار دلتا، الحقيقه كان في اهتمام كبير جدا من الدار ان يطلع كمان بطريقه بارزه، يعني تشعر انك ماسك عمله معدنيه، يعني لما تمسك كتاب تشعر بفكره العمله. بس انت تجاوزت فكره الملك والكتابه بتاعت العمله لمساله السلطه والصحافه.
مش كده برضو؟ اه طبعا. هو هي دي الفكره اللي الفرق بين الاسم المباشر وغير المباشر. انت عملت اسقاط عليها بالظبط. انه ازاي هل هم يعني ردود الافعال اللي بتجيلي هل هم وجهي العمله؟ تقصد ان هم الاثنين وجهي العمله؟ ما في دلالات كتيره قوي من وحي العنوان يعني. بالظبط. ليه هو الملك والكتابه مش ملك وكتابه؟ يعني برضو اكتر من حد سالني هو ليه ملك، ليه الملك والكتابه مش ملك وكتابه؟ احنا طول الوقت متعودين على ملك وكتابه. انا الحقيقه كنت اقصد لا، هو الملك والكتابه بقى لي التعريف هنا، لان عايز اقول ان انا بتكلم عن الكاتب وبتكلم عن الصحافه وبتكلم عن السياسه وبتكلم عن السلطه، مش بتكلم عليهم، بتكلم عن بقى لي التعريف. وبالتالي فطول الوقت هتلاقي في الكتاب بتكلم عن، في فتره رئيس جمال عبد الناصر بتكلم عن جمال عبد الناصر شخصيا وعلاقته بصحفيين القريبين منه والبعاد عنه، اللي بيحبوه اللي ما بيحبهمش. وبالتالي فالفكره هنا طول الوقت فيها ان انت بتروح وتيجي مع الاحداث وتشوف صوره مختلفه، ان يبقى فيها شويه كواليس ما تبقاش كلها مباشره. لكن سبب المتلقي هو في النهايه يخلص لحقيقه ان هم وجهين لعمله واحده ولا لا؟ يعني سبب انا بصراحه بحب الطريقه دي في الكتابه. سبب كل واحد وقناعاته واستنتاجاته مما الكاتب ده بمناسبه مقدمه. ان اللي بيدور على جواب نهائي مش هيلاقي. اللي بيدور على حكم بات مش هيلاقي، حتى حكم بات على اشخاص او حكم قاطع على اشخاص مش هيلاقي، لان الحقيقه انا مش من مدرسه الحكم النهائي. تفتكر ده احد مشاكلنا يا استاذ محمد؟ اه طبعا، انه احنا عندنا يا ابيض يا اسود، الامور كلها بتتاخد بالشكل ده. ورايي انه طول الوقت البني ادم، عشان كده طول الوقت اللي يكلمني على اصحابه اقول له اتعامل مع الصحفيين عنهم بني ادمين، ما تعاملهمش على انهم لا هم ناس اشرار ولا هم ناس ولا قديسين ولا قديسين ولا اولياء. ليه؟ لانه طول الوقت الفكره دي هتعامل انه بني ادم، يعني بتغير. يعني في لحظه بتلاقيه عظيم وفي لحظه بتلاقيه متراجع، في لحظه بتلاقيه ما حصلش وفي لحظه بتلاقيه مكبر دماغه، وفي لحظه بتلاقيه سعيد وفي لحظه بتلاقيه حزين. وبالتالي فالكتاب هنا حتى لما بنمشي مع اساتذتنا الكبار هيكل ومصطفى امين وهكذا، هتلاقيهم في مرحله بيدافعوا عن حاجه وفي مرحله اخرى بيدافعوا عن عكسها. وهنا انا الحقيقه مش قاصد تجريح، لانه اللي قرا الكتاب عارف كويس جدا ان انا لا من مدرسه التجريح ولا بحبها، لكن الفكره بمنتهى البساطه انه بتعامل انه بني ادم. في لحظة انت هتشوفه في خانة اليك مش عارف هيطلع ازاي. صحيح. وفي لحظة تانية بتلاقيه هو اللي مسيطر على الـ يعني اللعبة كلها، هو اللي بيرسم قواعد اللعبة كمان. يعني لو بنتكلم على استاذ هيكل في مرحلة مراحل كان بيرسم قواعد اللعبة، في مرحلة تانية برضو في نفس الكتاب كان هو رد فعل، كان هو رد فعل للأحداث، وهو بيقع في خانة اليك في مرحلة مراحل مع طيب فكرة بقى لها اكتر حوالي 15 سنة تقريبا. صحيح. ازاي تطورت ويعني وازاي نمت جوه حضرتك؟ هل كل ما يجي لك مثلا عنوان معين فبتدونه، كل ما تجي لك فكره بتكتبها زي ما حضرتك اشرت، انت كتبت حاجات من 2002 وبعد فتره اكتشفت انها قيمه جديره بالطرح للناس، يعني تفاصيل اكتر حوالين الفكره اتطورت ازاي؟ هو الكتاب اتطور بطريقه غريبه شويه. اولا طول الوقت كنت يعني متصور ان ممكن يبقى اول كتاب لي عن الصحافه. ثم في مرحله من المراحل تخيلت انه اخر كتاب لي في عمري هيبقى عن الصحافه. ربنا يديك الصحه وطول عمرك. يعني لا، هي مشي كده لوحدها. في الاول كنت اول حاجه كنت بعملها ايام الجامعه كنت بشتغل على الكتاب ده، وطول الوقت كنت متخيل انه يطلع اثناء الكليه. ايام الجامعه؟ اللي هو في 2002. ده اكتر من 15 سنه. وبالتالي فكان ممكن يطلع. انا بقول لك كاتب صحفي شاب. يعني شاب اهو في 2002 كنت في الجامعه يعني. بالظبط. ولحد 2004 كمان. وبالتالي فكنت متخيل انه يطلع الكتاب في المرحله دي، انه يطلع في الوقت ده. ثم يعني كنت مؤمن بنظريه توفيق الحكيم، والحقيقه اللي ما زلت مؤمن بنظريه بشكل او باخر. توفيق الحكيم قعد من هو عنده 24 سنه ل 34 سنه يجرب وما يكتبش، يعني ما ينشرش خالص، ما نشرش ولا كتاب في المرحله دي. اللي هي مرحله بيسميها زهره العمر. طول الوقت كان يجرب ويجتهد ويعمل عشان يطلع نموذج مكتمل. كنت في اللحظه الاولى كنت متخيل ان انا هعمل ده، ان انا هقعد اجرب، فاستبعدته من الاول ان انا ده اللي يطلع في الاول. ثم نضجت الفكره مع الوقت وابتديت اعمل فكره حضرتك بتقولها بقى. يعني الكتاب ده ليه ارشيف ممتد من 2002؟ الحقيقه ارشيف ضخم جدا. من 2002؟ من 2002. وارشيف ضخم جدا، يعني اللي هيقرا المراجع انا رايي هيستفيد اكتر من كتاب بكتير. لانه قائمه المراجع فيها تقريبا 500 كتاب. فيها على الاقل بنتكلم يعني في الاف الصحف، انا ما اقدرش اقول عدد. هنا ده البطل بتاع المشهد، فكره الوثائق. طبعا. مع كامل احترامي طبعا اللي حضرتك كتبته، لكن ربما يعني دورك بياتي لاحقا بعد. صحيح. الوثائق او المستندات. طبعا. اولا هو ما فيش حد في الدنيا بيشتغل من غير وثائق او مستندات او مراجع او مصادر، او اللي انا بسميه هنا دايما وسميته في كل كتبي كتب ملهمه. لازم يكون في جزء انه في كتب بتلهمك لفكره بمناسبه، احيانا في كتب
ما باخدش منها سطر، ما باخدش منها كلمة، لكن بتنور عندك فكرة تانية خالص غير اللي كاتب كان يقصدها، وبالتالي بيخليك تعمل حاجة تانية. ورأي انه تأثير الكتب طول الوقت، تأثير القراءة يأثر على المذيع ويأثر على المهندس ويأثر على، يعني المهندس مثلا لما بنتكلم على بعض المهندسين اللي بلغوا العالمية اللي أثر عليهم بالمناسبة الثقافة مش الهندسة، يعني هنلاقي انه بيعمل معمار بشكل عبقري، لو زي مثلا نموذج عندنا مكتبة اسكندرية او ما الى ذلك، فبتلاقي انه ايه ده مبدع، ده مستحيل تصنفه على انه خريج كلية هندسة جامعة القاهرة دفعة 92، لا مش كده، هو الثقافة عنده، الخلفية الثقافية هنا أثرت عليه. وكذلك حال الأطباء المميزين أو حال المميزين في كل مجال، بالظبط بتلاقي عنده خلفية ثقافية واسعة. وأنا متأكد إن دكتور مجدي يعقوب عنده خلفية ثقافية، المسألة مش عافية، هو ما ينفعش يوصل. دكتور أحمد زويل لازم يكون عنده خلفية ثقافية، وطبعا قرناها في الكتاب واضح يعني. واضح من حواراتهم وحديثهم يعني، بالظبط. وبالتالي ففكرة إن إحنا نظن إنه جماد بياخد مجموعة من الحاجات ولازم يحفظها ويذاكرها، وطول ما هو أتقنها 1+1=2 بقت خلاص، لا. الحقيقة أنا رأيي طول الوقت إن 1+1=1 في الابداع عمره ما يساوي 2. يعني فكره 1+1=2 ده بس في المدرسه. بعد المدرسه الحياه المساله بتختلف تماما، بتاخد شكل مختلف تماما. طب ممكن نقول الملك والكتابه ده يعتبر وثيقه او مرجع او انا اتمنى يكون مرجع، يكون حاجه شكل العمل الموسوعي يعني. الحقيقه هي دي الفكره. يعني انا الحقيقه الكتاب عباره عن ده جزء من 4 أجزاء لسه بشتغل عليهم من سنة 1798 اللي هو مجيء المطبعة إلى مصر وصدور أول جورنان في مصر، رغم أنه صدر الرخصة الحقيقة لكن الجورنان نفسه ما صدرش لحد 2020 اللي لسه ما جاتش، إن أنا بفضل أشتغل طول الوقت ده. وأنا دلوقتي بشتغل في الجزء الثاني اللي هو النص الأول من القرن العشرين. كم صفحة الكتاب يا أستاذ محمد؟ الكتاب ده 320 صفحة الجزء ده. ده يعني بحكم خبرتك برضو مش عدد كبير من والله انا حاول يعني انا اقول لحضرتك على حاجه وكنت يعني بتكلم في فكره ان انا كاتب 120 الف كلمه بينما اللي موجودين في الكتاب 50 الف بس، وبالتالي فانا قللت اكتر من نص الكلام اللي كاتبه عشان الناس تعرف تقرا، وعشان الحقيقه يعني حتى وانا في الطريق بستقبل مكالمه حوالين انه الناس بتقرا الكتاب بسرعه، ودي حاجه بتسعدني جدا. الناس بتنغمس في الكتاب فانت ما بتبقاش عارف تخلص، لانه برضو في جزء ان انا في اخر كل حاجه بسلمك للي بعدها، فانت لو عايز تعرف بقيه المعلومه هتكمل، لو عايز تعرف اللي يحصل للشخص الفلاني، لو عايز تعرف مثلا قصه اللص والكلاب حصل ايه السنه اللي بعدها فيها، لو عايز تعرف تاتا زكي ايه اللي حصل بسببها للصحافه، يعني تمام. وهكذا طول الوقت بسلم البورتريهات او السنوات بتسلم بعضها، وفي نفس الوقت كل سنه ليها شخصيه وكل مجموعه سنوات يعني كل حقبه ليها شخصيه. ربما ده ما يميز اسلوبك يا استاذ محمد اللي حضرتك بتشير اليه ده يعني. والله طيب ده ممكن يتنافى يعني فكره حضرتك قلت دلوقتي ان انا في شكل من اشكال الحكي او القصص والحكايات، هل ده يتنافى مع اللي حضرتك اكدت عليه من شويه انه ده عمل موسوعي او وثائقي؟ هل ينفع بوثائقي وفي قصص وحكايات على هذا النحو؟ اولا يعني هقول هرد حضرتك ببساطه، هي قصه حقيقيه اولا مش من وحي الخيال، ثانيا هي بس القالب اللي هو زي العالم كله بالنسبه بيشتغل دلوقتي. العالم كله دلوقتي يعني اي صحفي في اي بلد في الدنيا يقول له ايه قصتك، ايه القصه اللي عندك النهارده، ما بيقولوش احنا بنستخدم هنا مصطلح مغلوش اسمه الموضوع، ايه الموضوع اللي عندك او ايه التحقيق او ايه الخبر او ما الى ذلك. لا، في العالم كله دلوقتي الاساس هو القصه، الستوري اللي عندك. فعشان كده اخترت القالب قدر الامكان القصصي في المساله. لا ادعي ان انا بكتب قصه اصلا من الاساس، وانا عمري ما كنت كاتب قصه ولا هبقى كاتب قصه، لكن الاساس في المساله هو انه ازاي الحدوته يتحكي حلو، يعني ازاي نحكي قصه جورنال الاخبار وهو بيصدر بطريقه لطيفه، ازاي نقول ايه اللي حصل في مجله الهلال بطريقه كويسه، ازاي نقول صلاح جاهين عمل ايه في صباح الخير، ازاي نقول هيكل اضاف ايه للاهرام بطريقه لطيفه من غير ما انا اقول لك انه ايه في عام 57 وصل هيكل الاهرام ربنا وفقه وزاد توزيع جورنان يعني وبدون شرح مدرسي، لان برضو الحقيقه بحب ان حضرتك تقرر اذا كان الكلام ده كويس ولا وحش، واذا كان الشخص كويس ولا وحش، لان برضو انا ما اديكش حكم سابق. يعني اي كتاب ليا ما فيهوش احكام مسبقه على الاشخاص، بس مع التاكيد مره ثانيه حضرتك بتقول ان كل كلمه موثقه بمرجع طبعا، يعني دي اللي هيطلع الكتاب هيلاقي يعني وهيلاقي المراجع يعني يرجع للمراجع كيفما شاء، هيستفيد يعني جدا من حجم المراجع اللي حضرتك. انا رايي ان دي اكتر استفاده ممكن شخص يستفيدها من الكتاب. عمل موسوعي زي ده هل شخص واحد ممكن يقوم بيه ولا كان في حد بيساعد حضرتك؟ والله انا يعني لابد ان نذكرهم بقى بكل خير. هي دي اصعب حاجه في المساله. يعني فكره انا كان يعني استاذ محمد العزبي الحقيقه وده كاتب كبير في جورنان الجمهوريه ومن اساطين المهنه وصديق الابنودي، وكان يعني في مكتب واحد
مع استاذ محمود السعداني وكان صديق يوسف ادريس في الكليه، وبالتالي فانا بالنسبه له صغير جدا، ومع ذلك الحقيقه كان طول الوقت سواء بيمدني بالمعلومات او بيمدني ببعض المراجع اللي رجع لها او بيقرا اول باول. يعني كنت اكتب مجموع السنين وبعدها له، وبالمناسبه الكتاب ده كتبته 3 مرات يعني، بعد ما اخلصه ارجع اكتب الاول تاني فاغيره من الاول واكتبه بطريقه تانية. هنا لابد ان نذكر بكل خير الاستاذ محمد العزبي. طبعا طبعا طبعا. ده اقرب هو اللي مشرف على رساله الدكتوراه مثلا بالظبط. يعني بصراحه انا بشكرك على التعبير، هو فعلا بمثابه المشرف. يمكن كانت مراتي بتقرا طول الوقت اول باول، وكانت شايفه ان انا بشتغل كتير جدا. لكن استاذ محمد العزبي الحقيقه كان مرجع. ما ذكرتوش في المقدمه او لا حاجه؟ لا ذكره طبعا، انا عامل له اهداء. تمام. لا طبعا. تمام. طيب اذا ليه فاصل، وان شاء الله لسه في بعض النقاط اكلم حضرتك فيها. نخرج الى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونعود اليكم والملك والكتابه مع الكاتب الصحفي محمد توفيق. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. كطبيعه الحوار معك استاذ محمد الوقت يمضي سريعا، يعني المتبقي من الوقت محدود، فأنا برضو حابب نحن نعرف بعض، مش عايز أقول قصص أو حكايات، أو بعض ما تنتقيه من الكتاب، وخصوصا حضرتك أشرت أنه هو بتناول فترة من 50 لسنة 99 بالضبط كده. مظبوط كده بالضبط. مرة تانية الكتاب بعد هو عنوان رئيسي أو ثابت، الملك والكتابة. الجزء الأول خد عنوان قصة الصحافة والسلطة في مصر، معنى كده أنه الجزء الثاني هيحمل عنوان ثاني جديد غالبا. أنت حضرتك حددت ولا لسه؟ لا لسه. طيب أنت هنا حضرتك متوقع هيطلع كم جزء؟ هو إن شاء الله على الأقل 4 أجزاء. هو فعلا كل 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 يعني قرن 19 هيبقى كتاب. النص الأولاني من القرن 20 هيبقى كتاب، النص الثاني كتاب. ما بعد 2000 هيبقى كتاب. وهيبقى شهادات كله حيه، يعني اللي بعد 2000 كمان هكتبه كله من كده. فعلا هبقى عمل موسوعي ان شاء الله، إن شاء الله ربنا يوفقك. طيب لان انت ادرى بالكتاب وكلهم ابنائي كما يقولون، يعني فلو في حاجه حضرتك حابب برضو تكلم الناس عنها وتنتقيها للناس من بين ثنايا الكتاب. هو الحقيقه في كذا حاجه في يعني لما بنرجع للارشيف، وده حاجه كنز عظيم جدا. انا رايي مصر اكبر حاجه بتمتلكها اللي مخليها في حته والدول كلها في حته هو الارشيف. وانه استاذ جمال غطاني الله يرحمه الاديب الكبير، لما كنت بتكلم معاه عن فكره الارشيف فقال لي خد بالك امريكا احتلت العراق عشان الارشيف اللي هي الذاكره اللي هي الاهرامات بالنسبه لنا، اللي هي يعني صحيح. فكره احنا نتعامل مع الارشيف انه ورق والراجل اللي هو عامل كده لابس البيضات بالظبط بالظبط. لكن الحقيقه فكره الارشيف هو ذاكره الشعوب. وبالتالي فانا لما بنرجع الارشيف فنلاقي مثلا جورنال الاخبار كان في الكواليس بتاعته، راحوا قعدوا قاعده كده في منزل الكاتب الكبير محمد التبعي، كان فيها مصطفى امين. هنا في سنه كام؟ احنا بنتكلم كده سنه 52. تمام. محمد التبعي قاعد مع مصطفى امين وعلي امين ومحمد زكي عبد القادر، وقاعد معاهم جلال حمامصي، وقاعد الشاعر الكبير كامل الشناوي وتوفيق دياب، قاعدين قاعده عشان يختاروا الاسم. فكانت الاسامي المطروحه ايه؟ كان اخبار النيل، ده من الاسامي اللي كانوا اخر لحظه، الاخبار الجديده، اخبار اليوم. اخبار النيل كانت اول حاجه، كانت اول حاجه. وكل واحد كان منحاز لاسم. ثم بعد كده طب استبعدوا شويه اسماء، استبعدوا اخر لحظه انها كانت مجله ناجحه فقالوا بلاش عشان ما ياثرش عليها جورنال جديد ممكن ما ينجحش، استبعدوا اسم اخبار اليوم خوفا برضو من نجاح اخبار اليوم. كانت اخبار اليوم كانت مكسره الدنيا وطالعه سنه 44 فخافوا انه ياثر عليها الاخبار لو ما نجحش، فممكن لان هم كانوا ساعتها ممكن يطلعوا اصدار ما يوفقش بيقفلوه ويطلعوا اصدار تاني. فكروا في الاسماء الاخرى، ثم في الاخر استقروا على الاخبار الجديده. الجديده. وطلع الجورنال في اعداده الاولى اسمه الاخبار الجديده، يعني اللي هيرجع للاعداد الاولى من جورنال الاخبار بفونت كبير برضو الجديده. الجديده مش الجديده بفونت صغير، يعني الاخبار الجديده. لما نجح ابتدوا يصغروها، الفكره بقى اللي حضرتك بتتكلم عليها، ابتدوا يصغروا كلمه الجديده، يصغروا كلمه الجديده ويتفاوضوا مع ورثه الرفعي اللي هم كانوا بيمتلكوا اسم الاخبار اللي كان بيطلع قبل الثوره، وده كان جوردان كان بيطلع سنه 14 على ما اظن، لان ده في الجزء الثاني معايا. فاللي راحوا لورثه الرفعي وخدوا اسم الكتاب بعد يعني كان في اصدار صحفي قبل الاخبار اللي هي بين ايدينا ده كان اسمه الاخبار. بالمناسبه اي جورنال بيصدر دلوقتي كان ليه جورنال بيصدر في النص الاول من القرن العشرين بنفس الاسم.
يعني قول اي اسم جورنان في مصر اقول لحضرتك انه ليه اسم قبله. البعكوكه موجود طبعا. لا موجود طبعا مش موجود دلوقتي بس موجود. لا انا بتكلم على كل اللي سمى اسامي ما بعد سنه 50 سمى اسامي قديمه. تمام. يعني ما فيش اسامي جديده اضيفت بما فيها كل الجرايد يعني زي ما يقولوا مستقله وحكوميه بس في اسم جديد. في صحفي شاب ايضا بيفكر في اسم اصدار صحفي جديد ما اعتقدش انه كان موجود في الفتره دي. انت عارف ايه الاسم الجديد؟ الرئيس ده كان موجود؟ لا مفيش موجود. الرئيس ده بالمناسبه انا طبعا حضراتكم لو فاكرين ده حلم الاستاذ محمد توفيق ان هو يطلع جورنال باسم الرئيس فربنا يوفقه ان شاء الله ويطلع حلمه الى الحقيقه. طبعا الرئيس ده ما كانش موجود لا في 19 ولا 18 الاول لسه ما طلعش. ان شاء الله يطلع باذن الله ان شاء الله باذن الله. فنفس الفكره جورنان الجمهوريه برضو مين اللي كانوا في القعده الاولى؟ بص حاجه جمال عبد الناصر انور السادات حسين فهمي ده صحفي كبير جدا للاسف في خلط بينه وبين الفنان حسين فهمي رغم انه الفنان حسين فهمي متسمى على اسمه. في نفس الوقت في نفس العدد كاتب طه حسين وكاتب لويس عوض وكاتب خالد محمد خالد. تخيل كل دول في جورنان واحد. بالمناسبه جمال عبد الناصر كان كاتب مقال في الجورنان ده. جمال عبد الناصر رئيس جمال عبد الناصر كان كاتب جورنان مقال في العدد الاول من جورنان الجمهوريه بعنوان فلنصارح ولا نجامل. والرئيس السادات كان كاتب مقال في نفس العدد اسمه الجمهوريه بعنوان الجمهوريه وكاتب سياسه تحريرها. وكان لما طلع جورنان طلع الساعه 12 بالليل راح الرئيس السادات خد اول نسخه مطبعه وطلع بيها على رئيس جمال عبد الناصر في بيته عشان يوريه النسخ الاولى. وبالتالي ده يقول لنا الفكره. الحاجه الثانيه كانت فكره الجمهوريه دي كانت فكره رئيس جمال عبد الناصر وكان هيسميه جورنان التحرير برضه بالمناسبه بمناسبه الاسامي. كان الجورنال مستقر انه هيسمى التحرير عشان كده سميت دار التحرير بينما الجورنال اسمه الجمهوريه. لانه خدوا الرخصه على انه التحرير ثم لما قرروا يسموه الجمهوريه غيروا الاسم بناء على نصيحه الاستاذ لتمضي الاعوام والسنوات ويصدر اصدار صحفي في القرن العشرين او الحادي والعشرين صحيح. باسم التحرير بالظبط. وبالتالي سبحان الله وهي دي الفكره بتاعه التواصل طول الوقت. لما هتقرا التاريخ هتلاقي طول الوقت اللي بيحصل انعكاس بشكل او باخر. بعد كده في سنة 62 الحقيقة حصلت حاجة أنا رأيي حدث صحفي مهم جدا لما أستاذ علي أمين انتقل من أخبار اليوم إلى مجلة الهلال. مجلة الهلال طبعا كلنا عارفينها لحد دلوقتي وهي مجلة نخبوية سقف توزيعها محدود جدا مش هنقول أرقام. لما مسكها أستاذ علي أمين سنة 62 عمل فيها حاجة طفرة ما حصلش تاريخ الشغلانة اللي هو إيه. مجلة كانت ساعتها بتوزع 2000 نسخة بقت بتوزع أكتر من 100,000 نسخة. وبيكتب فيها مين بقى؟ يعني لو قلنا بعض الاسامي اللي كانت بتكتب فيها هتلاقي العقاد ومعاه طه حسين ومعاه محمد حسنين هيكل ومعاهم محمد حسين هيكل اللي هو الكاتب الكبير اللي هو بتاع روايه زينب ومعاهم مصطفى امين وعلي امين وانيس منصور واحمد رجب وكاتب معاهم الفنانين ام كلثوم كاتبه مقال ام كلثوم فاتن حمامه كاتبه مقال. لا ده لسه يعني تيل جاي ورا دي مفاجاه. مارلين مونرو كاتبه مقال. لا 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 والله كاتبه مقال. كاتباه مخصوص ولا مخصوص. ولا تم اقتباسه وترجمته من جورنان تاني؟ لا لا كاتباه مخصوص للهلال. لا دي مفاجاه. لا مفاجاه من العيال الثقيل. نوعيه التحقيقات اللي فيها يعني في تحقيق معمول عن الهرم ما اتعملش لحد دلوقتي. يعني الافكار كمان كانت سابقه زمانها بسنين كتير وكان الفنانين بيكتبوا مقالات يحكوا فيها تاريخ العمل الفني اللي هيعملوه. يعني مثلا هيعمل مثلا فيلم جديد فيحكي قصته تلاقي عبد الحليم بيحكي قصه الفيلم اللي هو تمام هيعمله وهكذا. بس الناس دي دلوقتي احنا بنبص لها على اساس انها ايقونات. صحيح. ما ربما كانوا في وقتهم يعني لا 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 كانوا زي ما هم. اولا دول طول عمرهم جبابره يعني عشان بس انا لا ده انا هقول لك على مفاجاه هقول لك قد ايه جبابره. انا بتكلم سنه 62 سنه 57 قبلها بخمس سنين عبد الحليم حافظ كان كاتب مذكراته وهو كان عنده ساعتها 28 سنه كاتب مذكراته ونزلت على حلقات في مجله الكواكب. وكان كاتب فيها علاقته عبد الوهاب وكاتب على اول حفله حصلت له اللي هي يعني شفناها في فيلم حليم اللي هي كان بيتضرب فيها بالطماطم وبيحكي انه الناس قالت له ايه الكلام الفارغ اللي انت بتغنيه ده. غني ايها الراقدون تحت ده عامل زي ايها الراقدون تحت التراب. غني حاجات متقدمه زي عبد الوهاب انت ايه الحاجات القديمه اللي بتغنيها دي. وده برضو كان سنه 57 يعني انا بتكلم عن النجوميه هنا. الحاجة الثانية الحقيقة كان المجتمع بيحتفل الصغارين يعني برضو السن هنا هيكل كان رئيس تحرير الأهرام وعمره لسه ما كملش 34 سنة. طب أنت هنا على الهامش وهسيبك تكمل طبعا يعني أنت لفت نظري هنا أن احنا لازم نتأمل برضو في بين قوسين إذا صح التوصيف يعني الحالة المزاجية للشعب المصري في كل مرحلة. صحيح. لأنه هو بيتفاعل مع الحاجات دي فده ربما برضو بحاجة لتأمل من المتلقي حالتنا المزاجية بيكون إيه شكلها في المراحل دي من السنين. ممكن تكون الصحافة برضو مرآة صادقة طبعا بشكل او باخر من الامور دي. اولا لانه الصحافه مش بس منشط الصحافه كواليس وهو ده اللي الكتاب بيقوله. الصحافه يعني انا كل سنه فيها هتلاقي منشطات الجرايد كانت بتقول ايه اهم منشطات طبعا
بتلاقي كواليس اللي كانت بتحصل في الصحافه، بتلاقي جزء ليه علاقه بقصه ليه علاقه بالسنه. يعني لما بروح سنه 67 وهي عامل النكسه يعني، فبحكي قصه ام كلثوم ازاي دعمت الجيش المصري في الوقت ده، وازاي راحت يعني تعمل حفله في باريس، وراحت بتتفاوض مع مدير المسرح فقالت له اديت بياب بتاخد كام؟ قال لها 10 مليون. عايز يقولها بين قوسين وانت مالك، دي احسن مطربه في الدنيا. قالت له يبقى ناخد 20، وقررت تاخد 20، وقالت له هغني اغنيتين ويمكن ثلاثه. والراجل طبعا اتخض لانه افتكر اغنيه 10 دقائق فقال لك دي هتغني ثلث ساعه وتروح ب 20 مليون. قالت له، فاستاذ محمد سلماوي الكاتب الكبير كان هو اللي بيلعب دور المترجم، فقال لها يعني قال للراجل طمنه، قال له لا هي بتغني اغنيه ساعتين يعني ما تقلقش يعني كده كده يعني شوف انت عايز الحفله كام ساعه هتلاقي الحفله هتستد بفلوسك يعني. بالظبط بالظبط. وقبل ما توصل على سلم الطياره ما كانش نص التذاكر اتباعت، بمجرد ما وصلت على سلم الطياره في فرنسا وقالت انا هغني الدنيا اتقلبت. وقبل ما توصل الفندق كانت التذاكر خلصت تمام، واضطروا يعملوا حفله تانية عشان عدد الناس اللي راغبين، وجت الناس من كل دوله عربيه مش بس العرب الموجودين في فرنسا تمام. وده يقول برضو حجمهم كان عامل ازاي. انا عايز اقول لحضرتك على حجمهم على مستوى العالم، يعني انا قصدت اقول المثال ده عشان فكره حجمهم، ده حجمهم على مستوى العالم بتاخد 20 مليون جنيه سنه 67 اللي هو نص مطربين مصر ما ياخدوش دلوقتي، ضعف اغلى مغني او مطرب في العالم في التوقيت في التوقيت ده اللي هو المطرب كمان في فرنسا في التوقيت ده. طيب برضو من وحي حديث حضرتك حتى لما اتكلمت عن العدد اللي هو مارلين مونرو كتبت فيه وعبد الحليم حافظ وكل هذه القامات، انت حضرتك هنا بيكون الوثيقه اللي عندك ايه؟ نسخه من المجله؟ نسخه من المجله. انا عندي نسخه المجله تحديدا. طب اللي حابب يطلع عليها طيب يوصل لها ازاي؟ لا ده ربنا يوفقه صعب شويه يعني هو طبعا دار الكتب والوثائق هي يعني هي المرجع الرئيسي انك ممكن تروح تجيب اي اصدار يعني فيها. من السهل ان هو في الترميم يعني من السهل ان هو يوصل لها ولا الامور دي بتبقى صعبه مثلا؟ هي للاسف بتبقى صعبه شويه طبعا. انا النسخه محتفظ بيها يعني نسخه يعني اشتريتها من سور الازبكيه لكن يعني دار الكتب والوثائق ومكتبه اسكندريه بالمناسبه بالنسبه لي اهم حاجه في الدنيا ومكتبه اسكندريه امنيه حياتي ان دار الكتب والوثائق تبقى زيها، لان مكتبه اسكندريه الحقيقه انا رايي ده عمل عظيم يعني يمكن ما يكفوش حلقات. طب ما انت كده عندك ارشيف برضه مهم يعني حضرتك كده عندك ارشيف. لا هو انا عندي اكتر من 150 عدد مجله الهلال لوحدها. طب وعندي اللي انت موثقهم وعندي عدد جرايد كتير جدا. ما هو انت كده ثروه قوميه ثروه قوميه عند حضرتك. موثقهم ازاي؟ هل عامل لهم مايكرو فيلم مثلا ولا لا لا لا, لا فكره النسخه الورقيه مصنفهم في المكتبات؟ لا ما لا النسخه الورقيه مع مرور الزمن والله يعني تبرجوك يعني خلي بالك منهم. بحاول في حاجات مشتريها مجلدات يعني مثلا جورنال السياسه مثلا ده في النص الاولاني معمول له عمليه تغليف يعني معمول له تغليف وهكذا في بعض الحاجات عملها تغليف في حاجات لا بس حاولت ارشفها الكترونيا ارجوك لان يعني دي امنيه بس. لا انا ان شاء الله ناوي في لما يعني اكتمل القرن العشرين كله هنزل للناس صوره ضوئيه من اغلب الاصدارات عشان الناس تشوفها عشان تستمتع بيها يعني. طيب برضو لان الوقت بيمضي سريعا واضح انه حضرتك برضو تعرضت لشخوص مهمه يعني سواء كانوا رؤساء جمهوريه او كتاب وادباء رموز في حياتنا. نجيب محفوظ مثلا هل ليه حظ في الجزء الاول؟ طبعا هو ليه اكتر من حظ يعني هو انا بحكي قصه اللص والكلاب الروايه العظيمه اللي هو كتبها وتحولت لفيلم بعدها بحكي قصه اصلا في الكواليس كانت ازاي الشخص اللي هو اللص والكلاب قصه حقيقيه بطلها اسمه محمود سليمان. محمود سليمان ده سنه في ابريل سنه 60 كان يعني الاسم المدولي في الصحافه السفاح وكانت الشرطه بتطرده وبتحاول توصل له وكان في عمليات مداهمه كبيره جدا عشان اعرف صاروه كان كل منشات الجرايد ابحث عن السفاح من يصل للسفاح يحصل على 1000 جنيه مكافأة وهكذا ثم تم القبض عليه وفي روايات في الصحف تاني يوم بتقول انه اتقتل في روايات بتقول انه هو قتل نفسه في الصحف تاني يوم لكن ابرز منشط تاني يوم كان منشط جورنان الاخبار اللي كان كاتب مصرع السفاح وخط عبد الناصر في باكستان فقرئت المسألة لأن الخط ما طلعش في الطباعة مصر على السفاح عبد الناصر في باكستان فالرئيس عبد الناصر لما عرف وكان في باكستان فقيل انه قال يعني ومصر على مصطفى امين هيكون في القاهرة فده جزء من القصة بتاعت دي. نجيب محفوظ بقى هو طبعا ما كانش يقصد المضمون لا طبعا ما كانش يقصد خالص لا وما يقدرش يقصد يعني في السنة اللي بعدها نجيب محفوظ حولها ليه عمل أدبي عظيم ورائع نشر على في الأهرام على حلقات وده برضو يقول لنا ان الاهرام كانت بتنشر ايه ساعتها والمين برضو انا طول الوقت يعني في حاجات ناس تقعد تقرا بين السطور انه كان نجيب محفوظ بينشر وقت ويوسف بينشر قصصه في نفس التوقيت
تمام. في السنه اللي بعدها اتحولت فيلم اللي هو بطوله شكري سرحان وكمال الشناوي اللي هو من احسن الناس اللي عملت دور صحفي. مع بعد شويه وقت في الثمانينات بنلاقي زينب والعرش، روايه زينب والعرش الاديب العظيم فتحي غانم. فيها يعني بنشوف على الشاشه محمود مرسي وهو بيعمل دور الصحفي برضه من جوه قوي. يعني الحقيقه طول الوقت الناس تعمل دور صحفي من جوه دي ناس ما حصلتش، بس ما كانش خير قوي في لا ما كانش خير خالص. لا انا هنا طول الوقت بالمناسبه بتكلم على اداء الدور، هل في تركيبه نفسيه للصحفي كده؟ في تركيبه نفسيه للصحفي كده، وخاصه بتاع الزمن ده اللي هو مثقف جدا 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 وعنده احيانا غل كبير. لانه بني ادم برضه، انا طول الوقت برضه انه تجسيد الشخصيات انا طول الوقت بشغل بالي جدا ب انه تفاصيلها. وبالمناسبه يعني في كواليس الروايه دي بيتقال ان هي قصه حقيقيه وبطلها مصطفى امين، يعني برضه لو في روايه ثانيه زينب والعرش، في روايه ثانيه الرجل الذي فقد ظله قيل انه فتحي غانم قابل هيكل، استاذ هيكل طبعا، قابلوا بعض، ففتحي غانم بيقول لهيكل بيقول له اهلا بالرجل الذي فقد ظله، فراح رد عليه هيكل قال له اهلا بالرجل الذي فقد عقله. فبرضه ده يقول نوع الهزار اللي كان بين القامات دي كان عامل ازاي. صحيح. طب من ضمن الحاجات برضه اللافته للنظر تاتا زكي في الجزء ده. صحيح. مين تاتا زكي؟ تاتا زكي دي الست اللي كانت سبب في تأميم الصحافة في مصر. تاتا زكي دي كانت منشطة كل الجرايد في مصر، كان تحديدا الأخبار سنة 60 سنة 59 بالظبط. سنة 59 تاتا زكي طلع منشطة أخبار اليوم بيقول اختفاء أجمل سيدة في مصر اللي هي تاتا زكي، وفي التفاصيل إنه ست هربت من جوزها ما بتحبوش ما بتطقوش عايزة تسيبه، هو محامي شهير كان في الوقت ده، وعايز تتجوز واحد تاني من العيال الملكة السابقة، وراحت لمصطفى امين عشان ما فيش خلع ساعتها فازاي تخلعه يعني. فعمل منها اكبر قصه في تاريخ الصحافه في الوقت ده. واشتهرت جدا تاتا زكي والناس كلها بتتكلم عنها لدرجه ان هي ما بقتش تتابع انجازات الثوره ولا تصريحات الرئيس عبد الناصر، فطلع الرئيس جمال عبد الناصر وهاجم الكلام عن تاتا زكي وهاجم ان الصحافه ازاي ما تهتمش يعني تتكلم على المرفهين والمطرفين وابناء العائله الملكه السابقه بينما تترك الكادحين وكفر البطيخ. وقال كفر البطيخ كده فالصحف طبعا كلها طلعت الاسبوع كلها كفر بطيخ، تحيات عن كفر البطيخ، بينما هو الرئيس كان بيذكر على سبيل المثال يعني للكادحين يعني. الناحيه الثانيه في برضو عشان استك فكره نجيب محفوظ، في لما خد جائزه نوبل، الحقيقه لما خد جائزه نوبل في مشهد انا الحقيقه بحبه جدا جدا، لما مراته بتصحيه من النوم، السيده عطيه الله بتصحيه من النوم بتقول له اصحى انت خدت جائزه نوبل، قال لا بلاش كان فارغ خلينا كمل نوم. وكمل نوم فعلا لحد ما صحي واتذاع في النشره انه خد نوبل، ما صدقش وكلموه عشان يصدق انه خد نوبل. والعرفان بقى الجميل يعني حاجه في منتهى الجمال، انه تاني يوم في الجرايد لما بيسالوه بتفتكر مين دلوقتي؟ فقال بفتكر العقاد وطه حسين وتوفيق الحكيم، الاساتذه اللي كانوا يستحقوا ياخدوا نوبل ما خدوهاش. ما قالش يوسف ادريس؟ لا يوسف كان زميله، هو كان مرشح لنفس الجائزه وكان حصل بقى في الكواليس. ما انا بقول لحضرتك عشان كده يعني. طبعا لا حصل، لانه قيل ان يوسف ادريس كان مرشح ليها. لا هو كان مرشح ليها فعلا، ومجله التايم كتبت انه مرشح ليوسف ادريس في الوقت ده، وكان التوقع انه رايح ليوسف ادريس، لكن لما راح نجيب محفوظ حصلت مشاحنات بينهم، لكن الحقيقه طول الوقت نجيب محفوظ كان اهدى في التعامل معاه. بس برضه على الهامش تفتكر انه قامه يوسف ادريس برضه كانت تصل الى قامه نجيب محفوظ؟ انا رايي طبعا. ورأيي طبعا، لكن هي الفكره كلها انه احنا برضو البلد عندنا مشكله فيها، ان احنا لما تبقى في قامات كبيره قوي ما بنعرفش نستعملها، ان كلها قد بعض او كلها كل واحد ليه مساحته. يعني طول الوقت مثلا الخال عبد الرحمن الابنودي كان دايما يقول لي يا ابني ما فيش حد قد نجيب محفوظ، لما كنت اقول له على اعماله، ما انت اعمالك كتير زي نجيب محفوظ ومؤثره، يقول لي يا ابني ما فيش حد قد عمك نجيب، وطول الوقت كان يقول لي عمك نجيب، يقول لا ما هو مش منحه مني، بقول له عمك، هو عم غصب عنك. فبرضه ممكن تلاقيه في مساحه، لكن في نفس الوقت كان يقول لي يوسف ادريس ده قامه عظيمه جدا 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 لا تقل عن نجيب محفوظ. انا رايي ان احنا كان عندنا في وقت من الاوقات ناس كتير تاخد نوبل في نفس الوقت. صحيح. وفي ناس كتير ظلمت بالمناسبه، زي احسان عبد القدوس مثلا اللي هو قامه عظيمه جدا، لكن ظلم وتم اختزاله في بعض الاعمال، بينما هو صحفيا فجر اهم قضيه في القرن اللي هي الساحه الفاسده. وفي نفس الوقت كان يعني من اهم 10 شالوا افلام السينما المصريه، الحقيقه لو شلت احسان عبد القدوس نص افلام السينما المصريه هتقع، لانه او العلامات المهمه يعني العلامات المهمه في تاريخ السينما. طيب علشان تقريبا الوقت خلص، تاتا زكي كانت سبب ازاي في تأميم الصحافه؟ في لما حصل لما الرئيس عبد الناصر اتكلم عنها ابتدت الصحافه بعد تتكلم عن كفر البطيخ، وابتدى الكلام حوالين فكره انه ايه ما ينفعش الصحافه تتساب لملاكها. وبقت في كلام بين السطور انه لا لازم يكون في
قبضة للدولة ولازم الدولة تتدخل في الصحافة، لازم يحصل تنظيم للصحافة، فصدر القرار بتنظيم الصحافة في التوقيت ده اللي هو ما بعد كده فكرة التأميم، وكتب حتى أستاذ هيكل مدافعا عن فكرة أنه تنظيم الصحافة ده شيء مهم ونحن مش خايفين من كلمة تأمين، كلمة تأمين لا تشوب الدولة لو عايز يعني تاتا زكي كانت سبب غير مباشر في تأمين الصحافة. بالضبط. طيب قبل ما حضرتك سيبنا، من المهم برضو نعرف طالما ذكرت هذه الأسماء الكبيرة، محمد توفيق متأثر، أنا مش عايز أقول من مثله الأعلى أو يعني موجود في محراب مين من الكتاب، لكن مين اللي يعني بتقرأ ليه بتمعن أو حاسس أنه ده زادك اليومي لابد أن أنت هتستغرب في الموضوع ده؟ أولا أنا بتعامل معهم كلهم بنفس طريقة، يعني أنا بتعامل معهم أولياء الكتابة، فطول الوقت بتعامل معهم كل واحد عنده حاجة بحاول أتعلم منه. يعني مثلا أستاذ هيكل أرشيف ماشي على الأرض، يعني طول الوقت إيه الجبل المتحرك بالوثائق زي ما أنا بحب أسميه. مصطفى أمين ده الشخص الأكثر تأثيرا في الصحافة، يعني مصطفى أمين لو ما ظهرش في الصحافة في مصر، صحافة مصر ما كانش وصلت ليه وصلت ليه. كل اللي بيحصل في مصر دلوقتي من صحافة هو فتات مصطفى أمين، يعني بقايا اللي ترك مصطفى أمين. محمد التبعي الشخص اللي أصلا بسببه طلع مصطفى أمين وهيكل. لما اجي اتكلم عن محمود السعداني فتشوف مدرسه ونكهه تانية في الكتابه وكتابه ساخره. استاذ احمد رجب اتعاملت معاه عن قرب وشفت قد ايه تواضعه وهو بيتكلم عن قامات مصطفى وعلي امين مثلا، يقول لي لا ده دول ناس اروح اجيب لهم خضار من السوق مش هصاحبهم. فلما ابقى قريب منهم وصاحبهم دي حاجه عظيمه جدا. لما اتكلم عن قامات اخرى احمد باهي الدين فتشوف مواقفه انه شخص طول الوقت مواقفه محترمه ونبيله في كل مواقفه. اختار لي حد، يعني انا مش عايز اقول لحضرتك امتداد لحد، لان الحقيقه طول الوقت انا اقول لحضرتك حاجه غريبه جدا. انا مثلا في نموذجين هم بالنسبه للناس مش مشهورين جدا زي الاخرين، لكن انا طول الوقت بشوف ان انا اشبه ليهم، اللي هم استاذ سناء البيسي وسلام احمد سلامه الله يرحمه. استاذ سلام احمد سلامه برضو نموذج مش مشهور بالنسبه للناس، بس الحقيقه كان كل من تعامل معه او الحاجات اللي اتقرت لي الحقيقه نموذج في الاستقامه في في في, في, في الكتابه، وطول الوقت ما كانش قريب من السلطه قوي، كان في طول الوقت في مساحه بينه وبين السلطه في العلاقه، وفي نفس الوقت كان كاتب مهم وطول الوقت الناس بتقرا له ومؤثر جدا. نفس المساله استاذ سناء البيسي اللي هي في اصدار نص الدنيا، لما طلعت مجله نص الدنيا نقلت الصحافه نقله محترمه، وخلت بالمناسبه يوسف ادريس ونجيب محفوظ يكتبوا في عدد واحد في نص الدنيا في نفس الوقت. نجيب محفوظ، يوسف ادريس، احمد باهي الدين، الثلاثه كانوا بيكتبوا في عدد واحد وقالوا لها احجز لنا مساحه يا سناء. طب مقارنه سريعه ما بين الصحافه دلوقتي وهذه الصحافه اللي يعني كان فيها القامات دي. فرق كبير جدا. هم بيلحوا عليا في الختام بس سريعا معلش. لا هو الفرق طبعا فرق القامات فرق ضخم جدا. الصحافه زمان كانت متقدمه جدا 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 عن دلوقتي، الصحافه زمان كانت افضل كتير جدا من دلوقتي. التوزيع الصحافه بمناسبه احنا مثلا في الخمسينات كانت مصر بتوزع 2 مليون نسخه، دلوقتي مصر بتوزع 300 الف نسخه. حيث عدد سكان مصر كان اقل من 20 مليون بينما احنا دلوقتي اكتر من 90 مليون. فده يقول التاثير كان عامل ازاي بتاع الصحافه. لو ترجع للاغاني اللي كانت بتغنى عن الصحافه فهتلاقي ان نوعيه الجمهور كانت انت ما تسمعش عنها دلوقتي. تمام. وبالتالي ففكره أنا الصحافه انا ربما سريعا انا يعني لانه نسبه التوزيع ربما تكون مرتبطه ب يعني تطورات حدثت في وسائل الاتصال الانترنت والفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي ربما اثرت بشكل او باخر، والمواقع الالكترونيه للصحافه، لكن ربما اللي انا قصدته فكره جوده المهنه بالظبط. يعني عقليات زي مصطفى امين وعلي امين زي ما حضرتك اوضحت ان هم اول ما مسكوا الهلال من بعد ما كانت بتبيع 2000 نسخه بقت 100000، العقليات اللي هي واعده صحفيا في، بس النسبه طبعا يعني واحد لألف يعني 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 طبعا في قامات عايشه موجوده وعظيمه. تمام. لكن في النهايه واحد لألف، لانه برضو انت كانوا كتير قوي في عصر واحد، انت في ترويزه الاخبار بس في الصفحه الاولى بس كان مكتوب اسم محمد التبعي مع مصطفى امين مع علي امين مع الحمامصي مع هيكل مع توفيق دياب مع زكي عبد القادر، يعني قصدي انه كل دول مكتوبين في لجورنان واحد. يعني زي ما مصروفين لجورنان واحد لقارئ واحد في الصفحه الاولى من جورنال الاخبار، فده تمام. مستوى تمام. اشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق نتمنى لحضرتك استاذ محمد جداً. ويعني مزيد من النجاحات ان شاء الله، ولمن لا يعرف النسخه دي طبعا انا هاخدها. استاذ محمد مشكورا يعني كتب لي عليها اهداء رقيق، اشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله الجزء الثاني لما يطلع باذن الله يكون لنا لقاء، ونتمنى ان احنا نلقاك ايضا في حوارات ممتده ان شاء الله. يشرفني يعني.
الكاتب الصحفي الاستاذ محمد توفيق، اشكرك شكرا جزيلا. نخرج الى فاصل مشاهدينا الكرام، وبعد الفاصل حديث ممتد مع حضراتكم في الفقره الطبيه، وان شاء الله نتمنى ايضا ان نوفق في عرض بعض الامور المرتبطه بصحه الفم والاسنان. ضيفنا الكريم دكتور عماد فتحي عبد الغني، استشاري جراحه الفم وتجميل الاسنان، هيكون معنا بعد قليل، ابقوا معنا. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قناة الناس، ما ينفع الناس. الله أكبر الله أكبر. مجمع الأديان في تحياتي قريبا على الناس. أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يدخل أحدا النار. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه يسجد تحت العرش وينادي يا ربي أمتي أمتي، فأقول رب العزة وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي. لن يبقى في النار أحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. قراءات في كتب السنة مع الدكتور أحمد عمر هاشم، من السبت إلى الاثنين التاسع ونصف مساء على الناس. لو قدر الإنسان أنه يغوص داخل نفسه قطعا حيشوف ما هو أعجب، حيشوف الملكوت، حيشوف السماوات الداخلية اللي عمر ما حد اكتشفها، حيشوف شمس البصيرة وأنوار الروح ومسرح الخواطر ومجروم الهواجس وكهف النيات المسطور. النفس اللي اتسعت للرحمة المحمدية لابد أنها ملكوت مذهل. العلم والإيمان، الدكتور مصطفى محمود، يوميا الثانية والنصف ظهرا على الناس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قناة الناس، ما ينفع الناس. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى فقرة الصحة والتطورات الحديثة في مجال الطب. متعكم الله دائما بالصحة والعافية. منطقة الفم والأسنان زي ما حضراتكم عارفين واحدة من أهم مكونات الجسم الإنساني، سواء بسبب الدور الحيوي في عمليات التنفس أو الطعام والشراب أو عمليات النطق والحديث، كما أن صحتها شديدة الأهمية بالنظر إلى ما تسبب أمراضها من آلام مبرحة وما تتركه من أثار سلبية على مختلف العمليات الحيوية للإنسان، وما يؤدي ذلك من إهمالها أو تفاقم هذه التداعيات الخطيرة إلى تأثير سلبي على صحة الإنسان بشكل عام. لذلك اسمحوا لنا أن نخصص هذه الفقرة للحديث عن صحة الفم والأسنان، ورحب ضيفي الكريم دكتور عماد فتحي عبد الغني، استشاري جراحة الفم وتجميل الأسنان. أهلا بك دكتور عماد. أهلا وسهلا وسهلا. بداية كده يعني هل من الممكن أنه يكون لمصر خصوصية معينة في أهم الأمراض المرتبطة بالفم منتشرة في مصر بشكل خاص، ولا أهم أمراض الفم
بشكل عام موجود على العالم كله، مش في خصوصيه المنطقه الجغرافيه بعينها يعني. لا 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 بالعكس، هي امراض الفم منتشره على يعني على مستوى العالم كله، بس بترجع على حسب العادات السيئه اللي مختصه فيها بلد عن الثانيه، ومدى الوعي الصحي ومدى العلم ومدى الاهتمام بنظافه الفم بصفه عامه. يعني هي عادات شعوب، مش تاثير مثلا الجغرافي ولا الجغرافي. بالظبط بالظبط، لان كل امراض الفم بتتلخص في حاجه واحده بس، هي الاهمال. يعني مجرد ما الشخص يهمل في نظافه الفم تبتدي تظهر أمراض الفم، من أول أمراض اللثة وأمراض أنسجة الفم وأمراض السنان والتسوس إلى آخرها. طب المراحل العمرية، هل يعني كل مرحلة عمرية ممكن يكون ليها مشاكلها الخاصة بيها؟ طبعا طبعا طبعا، لأن من البداية أن أول ما الطفل بيبتدي يتولد يبتدي تظهر بعض الأمراض الفم البسيطة زي الالتهابات الفطرية، بنعلم الأم إزاي تتعامل معاها وإزاي تقيها وإزاي تمنحها أساسا من الأساس، يعني بنظافة الفم، بقطنة مبلولة مية تمسح على داخل الفم بعد كل رضعة، يبتدي الطفل يكبر شوية تبتدي الأسنان تظهر، نعلم إزاي تحافظ على نظافة الأسنان الغسيل، تمنع برضو حدوث التهابات فطرية أو تسوس، لحد ما الطفل يكتمل سنانه وتعلمه استخدام الفرشة والمعجون. ودايما بقول الأم معلش، في المرحلة المبكرة دي مرحلة الرضاعة، ممكن يكون الرضاعة أو لبن الأم ليه تأثير سلبي حتى على اللثة؟ طبعا طبعا، لأن تراكم اللبن خصوصا أن الطفل بينام على الرضعة بيعمل زي التهابات فطرية داخل أنسجة الفم، تمام. وده بيزيد اكتر مجرد ما تبتدي السنان تشق اللثه وتطلع. احنا في مرحله لسه السنان ما طلعتش حتى يعني. تمام، بس بحدوث التهابات فطريه في اللثه، بما فيها اللسان، بما فيها سقف الفم، بما فيها الزور، تمام، بسبب تراكم اللبن، سواء لبن الام او لبن الرضاعه الصناعيه، النتيجه ان الطفل بينام وفيه بقيه لبن، فبنتعلم الام ازاي تنظف كل الحاجات دي كلها بعد كل رضعه، سواء بقى الطفل نايم او كان صاحي. الشكل الافضل انه قطنه مبلوله ميه وتم المسح او قطنه ناشفه، يعني المهم ان احنا نمسح بقايا الايه، بقايا الرضاعه. تمام. الطفل يكبر شويه تبتدي بقى الام تستخدم حاجه انشف شويه من القطنه زي الشاشه مبلوله ميه، ان هي تمسح على السنان من تراكم اللبن، لان في اول ما السنان تبتدي تطلع عند سن من بدايه سن 6 شهور او 8 شهور يبتدي الطفل ياكل بعض الاطعمه، فممكن بعضها يحصل عليه التصاق على انسجه الفم، فتبتدي الام تمسح بشاشه مبلوله ميه. الطفل يكبر شويه عند سن سنتين تبتدي تستخدم الفرشه والمعجون، بس بننصح ان هي تستخدم معجون مناسب للطفل، مناسب لطعمه، انه يحب طعمه، مناسب لنسبة الفلورايد الموجودة فيه، ومناسب كاستخدامه حتى لو بلعه ما يأذيهوش بنسبة كبيرة يعني. تمام. الوراثة ممكن يكون لها دور في مسألة أمراض الأسنان واللثة يا دكتور؟ هي ممكن يكون لها دور في مسألة أمراض اللثة بس، لكن أمراض السنان لا، لأن معظم أمراض السنان سببها الإهمال، تراكم الأكل. يعني ممكن يكون الأب سنانه سليمة والأم سنان سليمة، بس الطفل يحصل تسوس من الصغر نتيجة تراكم بعض الأطعمة، وخصوصا الستيكي فودز زي الشيبسيهات وزي الشوكولاتات والكلام ده كله، وفي في المقابل إهمال، يعني الطفل أصلا ما بيغسلش، فبالتالي بيحصل تسوس رغم أن الأم والأب بيبقوا سلام ما فيش فيهم أي مشاكل وسنان سليمة. تمام. لكن احيانا ممكن نلاقي بعض الاسنان مشوهه، يعني هل ده ممكن يكون الوراثه ليها دور ولا برضو عادات خاطئة؟ هو لا، هي الوراثه بتلعب دور بس بدور بسيط، لان ممكن الطفل يرث شكل السنان وشكل الفك من امه او من باباه مثلا، بس دي في شغلنا احنا بيبقى لها علاج بتقويم او تجميل الاسنان. تمام. حضرتك اشرت ان المشكلات بتكمن في الاهمال. مظبوط. احنا كمصريين ممكن تصنيفنا ان احنا مهملين في العنايه بالفم والاسنان بنسبه كبيره. طبعا. طب عاداتنا او سلوكياتنا خاطئه في مساله العنايه بالفم والاسنان. مظبوط. السلوكيات وقله الوعي بالاهتمام وبالوقايه من كل الامراض، وقله العلم باهميه الفم وامراض الفم واهميه الاسنان. الحاجه الاخيره اللي هي اهمال، وزائد بالاضافه لنوعيه الاكل، لان نوعيه الاكل اللي معظمنا بناكله من اول الصغر لحد الكبر كلها غير مفيده اساسا للاسنان. يعني من اول الطفل وهو صغير بياكل شوكولاتات وشيبسيهات، ودي اكتر حاجه بتحصل فيها تسوس وامراض الفم. احنا طبعا معانا بعض صور دي ربما لبعض المشاكل في الفم. مظبوط. دي بالظبط، دي التهابات فطريه موجوده في خد مريض. تمام. دي برضو نتيجه الاهمال، نتيجه تراكم بعض الاطعمه الموجوده في منطقه الخد من الداخل. تمام. ودي برضو نتيجه الاهمال، حدوث بعض الترسبات الجيريه الشديده قوي اللي مخليه اللثه شكل ورم واحمرار ونزيف كمان في اللثه، وطبعا بيخلي النفس على طول برائحه فم كريهه. السبب الاساسي دايما هو فكره عدم تنظيف السنان يا دكتور. كل الصور دي كلها وكل الامراض اللي ظهرت دلوقتي دي كلها نتيجه اهمال. بس هنا شكل اللثه مغطي على السنان. ده نتيجه بالظبط الصوره اللي فاتت. ده نتيجه ان حصل تراكم بعض طبقات البلاك نتيجه تراكم الاكل، فخلى اللثه تورم بشكل لدرجه ان هي ممكن تخض الشخص نفسه، يفتكر ان دي ورم خبيث لا سمح الله ولا في اي مشكله. ونفس الصوره دي برضو ورم في اللثه والتهابات نتيجه اهمال وتراكم بقايا الاكل. وللاسف كل الصور اللي فاتت نتيجه الاهمال بتؤدي الى حدوث
أمراض مزمنة تانية أخرى زي مشاكل في القلب ومشاكل في المعدة ومشاكل في القولون ومشاكل في الرئة، لأن كل ده عبارة عن إفرازات صدادية وإفرازات بكتيرية بتنزل داخل الجسم، فبالتالي بتؤدي إلى تلوث كل أجهزة الجسم. احنا هنا ممكن نفصل بين اللثة والأسنان في مسألة الأمراض، يعني ممكن يكون في أمراض خاصة باللثة مظبوط وأمراض خاصة بالسنان، ولا مزبوط. طالما الأسنان أصيبت فيقينا هتأثر على اللثة، والشيء برضو العكس صحيح؟ لا، هي اللثة لها أمراضها والأسنان لها أمراضها، بس لو اللثة أصيبت بتؤثر تأثير إيجابي على الأسنان، إنها بتأثر عليها برضو بالسلب إنها بتبوظها، والعكس إن لو الأسنان أصيبت بتسوس بتأثر برضو بتأثير على اللثة، إنها بتخليها تلتهب وتخليها تورم ويحصل فيها التهابات صدادية وخراريج وإلى آخره. تمام. اللي هي في مرض اسمه البيوريا يا دكتور، أو تأكل اللثة، بتسموه إيه؟ تأكل اللثة. تاكل اللثه او تراجعها او انحصار اللثه. انحصار اللثه ده بيحصل نتيجه عادات كتير قوي. اول حاجه نتيجه طبيعه الاكل، نتيجه استخدام الفرشه الخاطئ للثه، نتيجه اهمال برضو تراكم طبقات الجير، نتيجه بعض الاطعمه اللي هي بتادي تخش في داخل اللثه ما بين اللثه وما بين الاسنان وتؤدي الى انحصار اللثه، ان هي تنزل لاسفل وتكشف جدر السنه، وده بيؤدي الى لخلخه للاسنان. وللاسف بعض المرضى بيتخضوا يقول لك ان الاسنان اتلخلخت، يبقى انا عندي سكر او حاجه زي كده. وللاسف ده كله مش من السكر ولا اي مرض مزمن، نتيجه اهمال او استخدام بعض العادات الخاطئه اللي تؤدي الى انحصار اللثه. هي في المقابل ممكن تنمو، ولا طالما تاكلت ما بترجعش تاني لحالتها الطبيعيه؟ هي على حسب الحاله نفسها، يعني مثلا في حالات بالتنظيف وبالاهتمام وباستخدام بعض الادويه وبعض المعاجين بتبتدي ترجع تاني، وفي بعض الحالات بنؤدي الى تدخل جراحي. ان احنا بنعمل عمليات ترقيع اللثه او حاجه زي كده او ما شابه، وفي عمليات تكون وصل للمرحله الاخيره يعتبر خلاص كده ملهاش حل غير ان السنه اللي عليها ان هي تتشال ونؤدي الى زرع. لكن هي لا تنمو، يعني اللثه بتنمو فعلا. على حسب درجه انحصارها. يعني طول ما تكون الدرجه بسيطه بترجع تنمو مره اخرى وتغطي الحته اللي كشفتها. تمام. اما بقى بالطرق اللي قلت حضرتك عليها، اما مثلا بتنظيف الجير وعلاج اللثه وبعض الادويه او بعمليه ترقيع ليها. تمام. برضو هرجع تاني لمساله السلوك الانساني او سلوكنا احنا كمصريين، لانه ده مهم، ممكن يعني حضرتك تلفت نظرنا او نظر مشاهدينا الكرام. تمام. لبعض الامور اللي هو دي لازم تكون ملمح اساسي من حياتنا اليوميه. تمام. او شيء ثابت في حياتنا اليوميه اذا اردنا الاهتمام بصحه الفم والاسنان. تمام. ايه اللي حضرتك شايف انه بيجب علينا ان احنا نعمله في السياق ده؟ طيب، هي في ثلاث عناصر مهمة عايزين نتكلم فيهم. الثلاث عناصر دولت لو اتطبقوا في اي دولة يبقى احنا كده هنقي نفسنا او هنقي نفسنا من كل امراض الفم والاسنان بصفة عامة. اول حاجة اللي هي المتابعة، يعني من اول ما الطفل يتولد تبتدي الام تروح عند دكتور اسنان اطفال متخصص يشرح لها تتعامل ازاي مع الطفل، تتعامل ازاي في نظافه فمه، تتعامل ازاي في التسنين بتاعه وطريقه غسيل السنان. تمام. يبتدي الدكتور يعرفها ازاي تتعامل معاه، ازاي السن اول ما تطلع لو طلعت شكلها غريب تتعامل معاه ازاي، تعمل معاه ايه، تتوجه لدكتور متخصص ايه، يبتدي يتعامل لحد ما الطفل يبتدي يكتمل كل الاسنان بتاعته. يبقى العنصر الاولاني هو حل المتابعه، ده سواء في الطفل او سواء في الشخص الكبير، ان هو يتابع باستمرار عند طبيب اسنان متابعه دوريه كل ثلاث شهور. تمام. العنصر الثاني بقى هو نوعيه الاكل، يبقى لازم نوعيه الاكل بتاع الشخص نفسه من اول الطفل الصغير لحد الراجل الكبير يكون اكل مناسب لطبيعه الفم. بمعنى نقلل الستيكي فودز اللي هي كل الاطعمه اللي بتلزق على الاسنان. اشهر تسوس موجود عند الاطفال في الفتره اللي احنا فيها بسبب الشيبسيهات. كلها مجرد بعد ما تتمضغ بتبقى عامله زي العجينه، بتلزق على الدروس فبالتالي بتعمل تاكل. حتى لو نظف سنانه او غسل سنانه بفرشه، حتى لو نظف ماشي مفيش مشكله، بس لازم بتنظيف بطريقه كويسه جدا. وده لازم يبقى دور الام او الاب معاه، غسيل بالفرشه وخلاص، يعني لا 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 ما تحتاج تنظيف خاص يعني خالص. لان الاستيكي فودز لما بتلزق كل الفراغات، بتلزق في قلب الفراغات والتجوفات الموجوده في قلب الدروس. فبالتالي بتبقى صعب ان هي تتشال بسهوله، لازم يبقى في حد كبير معاه يعلمه ازاي يشيل ويبص في بقه مره واثنين وثلاثه ان هو ينظف. يبقى طبيعه الاكل بتفرق في الاهتمام بالاولانيه بالفم والاسنان. اخر حاجه في مصر عايزين نعرفها شويه للناس، حاجه اسمها ان احنا نبص لامراض الفم او نبص للاسنان على انها مش رفاهيه، على انها ده حاجه مهمه جدا. وان دايما بقول للناس حتى كمان في العياده عندي بقول لهم ان صحه الجسم لازم تبدا من صحه الفم. لان دايما بقول لهم ان جسمنا ربنا مدهولنا معقم، الميكروب هيخش له منين؟ عن طريق ده. اما ان الطفل او ان الشخص ياكل اكل ملوث او اكل فاسد، او ان في بقه اصلا يبقى فيه تلوث عمال يبلعه. انت زي ما حضرتك اشرت انه القلب بيتاثر، القلب المعدة وأمراض القولون. 90% من الأمراض اللي هي بتظهر عند الكبر أمراض مزمنة لازم يكون لها عرض موجود في قلب الفم أيا كان.
تمام. وكل امراض الاطفال بلا استثناء، كل امراض الاطفال اللي منتشره اليومين دول، من اول ارتفاع درجه الحراره لالتهاب المعوي لحساسيه على الصدر، ميكروب في المعده، للاسهال، لغيره لغيره، كلها لازم الاقي سبب هي الفم. اهمال الاسنان، اهمال الاسنان. يعني مثلا على اقرب المثال، ابص الاقي مثلا امي بتجيلي كتير جدا، يا دكتور الواد بيشتكي على طول من معدته، تشخيصه ان في ميكروب في المعده، افتح البق الطفل الاقي دروس فيها صديد، ودروس عامله خراريج وتسوس، لدرجه انا ما بقدرش اكشف على الطفل من الريحه اللي طالعه من بقه. تمام. وحتى بفهمها بقول لها ده هو 24 ساعه بيبلع في صديد، وبيبلع في مده، وبيبلع في عفونه اكل، فطبيعي لازم الطفل يتاثر، لازم الطفل يتاثر. بالظبط. طب انا لما سالت حضرتك على نصايح ما التفتش او ما ذكرتش فكره التنظيف، يعني وكانه تحصيل، يعني مساله المفروض انها ثابته، يعني شيء من المسلمات. هي يعني حضرتك قلت طبيعه الاكل وزياره الطبيب بشكل مستمر، والحاجه الثالثه ما كنت لسه هكمل، اللي هي ايه، ان الناس تبص للسنان مش على ان هي رفاهيه، على انها حاجه اساسيه. بمعنى ان لازم يحطوا في دماغهم ان انا لما اقوم اغسل سناني بالفرشه وبالمعجون انا كده مش مرفه، او انا كده مثلا مش انا بدلع، او انا مثلا مش راجل ساري، لا ده بالعكس ده حاجه مهمه، يبقى انضف احسن كمان من انا اعلم ابني ازاي ان هو قبل ما ينام يخش التواليت، او لازم ان هو يسمع كلام والده، او لازم يسمع كلام اخوه الكبير، دي حاجه اساسيه لازم تتعمل. للاسف بعض الناس او تقريبا 90% من الشعب المصري بيبصوا على انها رفاهيه، انها زي كماليات، زي مثلا الطفل ايه قبل ما يروح المدرسه سرح شعره، فمش فارقه راح من غير ما سرح، لا. فبقول لهم دايما ده الغسيل ده مهم جدا، اول ما يقوم من النوم لازم ينظف بقه كويس جدا بالفرشه والمعجون وقبل ما ينام. تمام تمام. يبقى هي لو انا عرفت الناس فايده نظافه الفم، هل ده مطلوب برضو بعد كل وجبه غسيل السنان؟ هو حته عشان ننصح للناس ان هم يغسلوا بعد كل وجبه، دي امر مستحيل، لان هيطلع ناس كتير يا دكتور احنا طول النهار في الشغل، احنا طول النهار شغالين، بنروح البيت تعبانين، فدايما بنقول اقل عدد غسيل مرات في اليوم هما مرتين، الصبح وبالليل. بس بقول دايما في وسط النهار نعوض الفرشه بحاجات تانية، زي السواك، زي ناكل اكل طازه، او نشرب عصاير طازه. تمام. الحاجات دي كلها بتؤدي الى تنظيف الاسنان، بنسموها سيلف كلينسابول، يعني بتنظف نفسها بنفسها. زي مثلا في وسط النهار لو انا حبيت اكل مثلا حاجه وجعت في شغلي، ما اكلش مثلا حاجات تيك اوي او حاجه زي كده، لا، اكل تفاحيه، خياره، جزره مثلا. الحاجات كتير جدا لو اكلت مثلا الستيكي فود زي ما حضرتك قلت، غير ان انا اكل فاكهه او تفاح. بالظبط. يعني دي مثلا بقاياها غير بقايا دي على الاسنان. بالظبط. لا ده بالعكس، ده لو انا اكلت تفاحه يعني احسن 100 مره من ان انا قعدت يوم كامل اغسل سناني بالفرشه. تمام. لان لما اكل مثلا فاكهه زي الخيار، زي التفاح اسف، او مثلا زي الخيار او الجزر، الحاجات دي كلها اثناء المضغ بتعمل سيلف كلينسنج لكل الحاجات المترسبه على الدروس عندي، يبقى بالتالي اكن غسلت سناني بالفرشه بطريقه صحيحه كمان، مجرد ما اكل بس تفاحيه في وسط النهار. تمام. الحاجه الثانيه ان هي بتعمل تنشيط للدوره الدمويه بتاع اللثه. طيب. ما بين كلام حضرتك وفي بعض الصور بتعرض، لو حضرتك حبيت تعقب عليها او تعلق عليها، يعني الصوره دي خاصه ده شاب في سن صغير، للاسف خلع ضرسين في سن صغير جدا، وده لازم له زرع او تركيب، لان ده برضو اضطر ان هو يخلع ضرسين بسبب الاهمال. وده على فكره سنه صغير، يعني تراوح تقريبا 18 او 17 سنه. تمام. طيب. لو رجعنا، طيب شوف الصوره دي برضو عشان نكمل. دي برضو صور من انواع التركيبات اللي احنا بنعملها لما حد يبقى خلع سنانه كلها. طب احنا هنيجي لمساله التركيب والمساله مزبوط. المتطوره دي لاحقا مزبوط. لكن مساله التنظيف هل اصبحت برضو مساله لازم احنا نطورها او تتخطى حدود الغسيل بالفرشه؟ لانه زي ما حضرتك اشرت، لانه نوع الاكل نفسه اتغير، فلا يكفي فقط ان احنا نغسل سنان بالفرشه، لازم يكون في الخيط، لازم مساله الخله والتنظيف بشكل جيد. تمام. يعني ده اصبح مطلوب دلوقتي مع تطور الاطعمه اللي احنا بناكلها، ولا برضو شايف حضرتك ان ده حاجه مبالغ فيها؟ لا لا لا، بالعكس. بس احنا نقول الطرق الصحيحه اللي احنا ننظف بيها اسناننا. فدايما بقول للناس الطرق الصحيحه اللي انا انظف بيها اسناني ان انا انتظم يعني يوميا بالغسيل بالفرشه على الاقل مرتين في اليوم. كلما زاد كان خيرا، يعني لو زدت ثلاث مرات اربع مرات ما فيش مشكله. لان الطبيعي ان لازم بعد ما اكل اي حاجه اغسل سناني، ده الاصل في الموضوع. بس احنا لضيق الوقت او عشان الناس مشغوله بنقول على اقل عدد مرتين، صبح وبالليل. بس في المقابل بنعوضها بنوعيه الاكل اللي بناكله، وبنعوضها بطرق تانية زي المضمضه. يعني مثلا لو في مضمضه بنستخدمها مثلا في البيت او في الشغل، زي ان انا استخدم الخيط السني ان انا اطلع بقايا الاكل ما بين دروسي وليس السلكه او خله الاسنان. لان اكتر حاجه تدمر الاسنان وتدمر اللثه هي الخله.
المحاولة تدخلها بين السنان دي بتبقى كارثة. مظبوط. في بقايا أكل أو بقايا أطعمة موجودة ما بين الأسنان بالخيط بالخيط السني. ولازم الطبيب يعلم المرضى بتوعه إزاي يتعامل مع الخيط. مش مجرد أنه بس يدخل الخيط وطلعه، إزاي ينظف كويس عشان ينظف بطريقة سليمة من غير ما يحصل ضرر لا للسة ولا للأسنان. هو ممكن يضر اللسة الخيط؟ طبعا طبعا. ما هي اللي خلانا بنقول ان اكتر حاجه تدمر الاسنان السلاكه. ليه بقى؟ لان السلاكه العيان بيدخلها بطريقه شديده شويه ما بين الدروس وبعضها، فبتعمل قلقله للدروس، وللاسف بتعمل تاكل للسه. لان اللسه شكلها الكويس الطبيعي النورمال ان هي المفروض واخده شكل هرمي ما بين الاسنان. لما اجي انا ادخل الخيط انا كده خليت شكل الهرم ده بقى العكس. طب احيانا احساس الخيط يا دكتور ممكن تحس ان هو دخل بين اللثة والسنة في التنظيف. ما هو ده بيرجع لطريقة الاستخدام. ان الطبيب نفسه يعلم المرضى بتوعه ازاي يستخدم الطريقة. وهو ده احنا بنعملها كتير، احنا بننزل صور فوتوغرافية ازاي نعلم المرضى ازاي يسلكوا الاكل الكويس او بالخيط السني. وده حتى كمان بنعمله عندنا في العيادة. لكن عموما يبقى لازم يكون في شكل من اشكال الرفق يعني، والواحد بنظف سنانه بالخيط لازم يكون وبطريقه صحيحه. ليه بقى؟ لان دايما الاكل اللي بيخش ما بين الدروس الاكل الدقيق قوي المطحون جدا اللي عامل زي الطحينه، وهو ده اللي اكتر حاجه بتسبب مشاكل في الاسنان وتسوس والتهاب لسه. الفرشه ما توصلوش خالص. فبالتالي لو انا خليت العين يستخدم خيط وخلاص، هو مش هيطلع الاكل المطحون ده. هو في دماغه ان الاكل هيطلع اللي هي الاكل الكبير، ان سيره لحمه، سيره فرخه، الياف من الخاصه او الى او ما شابه ذلك. لا، ده انا اللي عايزه يطلع اللي هي الحاجات المطحونه اللي ما بين الاسنان، ودي عشان تطلع لازم يبقى في طريقه معينه. تمام. الدكتور طبعا بيعلمها للمرضى. طيب احد المشاكل رائحه الفم الكريهه، ويمكن حضرتك قلت من شويه ان انت احيانا تجد صعوبه حتى في الكشف على بعض المرضى. مظبوط، على بعض المرضى بسبب رائحه الفم الكريهه. مظبوط. هل السبب برضو بيكون مرتبط بالاسنان واللثه، ولا ممكن يكون حاجه مرتبطه بالجهاز الهضمي، المعده او ما شابه؟ مظبوط. هو تغير النفس بصفه عامه اللي هو بنسموه الهاليتوزيس او الباد اودور او الباد بريث، سببه ثلاث مشاكل. اول حاجه امراض الفم كلها بتغير النفس بنسبة 90%. تاني حاجة أمراض المعدة بنسبة 5%، أو أمراض الجيوب الأنفية بنسبة 5%. يبقى أنا لما عيان يجي يشتكي لي يقول يا دكتور أنا نفسي متغير، أقول له أول حاجة عالج أمراض الفم. النسبة الكبيرة النسبة تفكير حضرتك بتروح للسنان، نسبة 90%. تمام. وبعد كده لو هي فضلت موجوده بقول له يبقى دورك عند 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 طبيب البطنه، لان هي بتغير الايه النفس بس بنسبه ايه قليله او قليل. يعني في بعض الحاجات برضو اللي هنا برضو بستغرب لها، حد يجي له دكتور النفس على طول متغير، سواء غسلت بالفرشه، اكلت البان، عملت كذا، برضو النفس متغير. اجي ابص في الفم او اكشف عليه الاقي مشاكل كتير جدا. تمام. واشهرها طبقه الجير او طبقه البلاك. تمام. ومجرد ما طبقه الجير تتشال وطبقه البلاك تتنظف ونعمل جلسه علاج لسه، من تاني يوم الامور بتتحسن يمكن اكتر بنسبه 1000000%. هو كمان بيحسها. تمام. حاجه تانية اللي بيبقى فيه ضرس مخروم بيجمع اكل والاكل بيعمل عفونه بيؤدي الى النفس متغير. لما يبقى فيه ضرس وارم وعامل صديد اللي هو المده، الصديد ده بيطلع برضو ما هو بيغير النفس. تمام. لما تبقى فيه حاجه اسمها التهابات فطريه زي القرح اللي بتطلع لنا الفسافيس دي او التهابات مشابه ليها، دي برضو بتغير الايه بتغير النفس. يعني نسبه كبيره جدا للمشكله ممكن تكون مرتبطه باللثه والاسنان. بالظبط. بالظبط بنسبه 90%. عشان كده اي حد مشتكي مثلا من تغير النفس لازم الاول عند طبيب اسنان متخصص يبتدي يكشف يشوف فيه اي مشاكل ولا لا. ومجرد ما يعالج مشاكل الاسنان وهو يهتم بنظافه الفم، موضوع النفس ده بيتحسن على طول. تغير النفس عند الاستيقاظ والنوم ده شيء طبيعي، ولا برضو ممكن يكون برضو مرتبط هو شيء طبيعي بس مش لدرجه ان هو يبقى منفر. بالظبط. لو كان منفر يبقى في مشكله. في مشكله طبعا. ليه بقى هو شيء طبيعي؟ لان كده كده اساسا طول اليوم بيبقى الفم مغلق، ما بيحصلش حاجه تجديد للعاب. فبيحصل لبعض اللعاب بتاعنا او حتى بعض الاطعمه البسيطه تخمر وتعفن، وبيحصل بعض التغير للنفس الايه البسيط. وخصوصا طبعا في بعض الناس بتقول لك عشان انت لسه من النوم مش واكل او حاجه زي كده. تمام. بس مش لدرجه ان اللي جنب منك او اللي قدامك ايه ينفر منك. لما تحس ان هي ريحه كريهه قوي لدرجه ان هي فعلا ملفته للمنظر، يبقى في مشكله. يبقى في مشكله بنسبه كبيره في امراض الفم. طب بعض النباتات زي القرنفل والقرفه او ما شابه، هل ممكن يكون ليها دور برضو في الحفاظ على الفم واللثه؟ ولا دي برضو لازم يعني طبعا فكره نصايح طبيب، لانه دي ممكن تكون في سياق بعض الاعشاب او وصفات الاعشاب يعني. طيب هو من زمان حتى كانوا بيستخدموا حتى البقدونس كمان مش القرنفل بس، ان هم يحسنوا بيه النفس او يحسنوا بيه يعني رائحه الفم او القرنفل. انا هنا مع احترام لحضرتك ما بتكلمش على ريحه النفس قد ما انا بتكلم على برضو الحفاظ على اللثه واللثه والاسنان. مظبوط. انه ممكن يكون في شكل من
اشكال الحمايه ليهم برضه. بالظبط بالظبط. طيب هو عشان نحافظ على اللسع ونحافظ على الاسنان ناكل اكل بيكون فيه حاجه اسمها الياف، ان هي بتغسل الدروس وبتعمل تنشيط للخلايا بتاعت اللسع. تمام. نعد مع بعض اللي هي كل الاطعمه الطازجه وكل الخضروات وبعض الفواكه زي الموز والتفاح. تمام. ونيجي لبعض الاعشاب زي البقدونس، زي الجرجير، زي الخس، زي القرنفل. تمام. كل الحاجات دي بتعمل حاجه اسمها تنشيط للدوره الدمويه بتاعه اللسه، بالاضافه الى ان هي بتمد الجسم لبعض الفيتامينات اللي هي محتاجها، واهمها الفيتامين اي وفيتامين د اللي بيبقى معظمه موجود في قلب انسجه اللسان وانسجه اللسه. تمام. بالظبط. تمام تمام. فالشخص لو هو خد الغذاء المناسب والاكل المناسب يبقى هو كده مش بيفيد بس فمه او لسه، بيفيد جسمه كله. تمام. هستاذن حضرتك في الخروج لفاصل، وبعد الفاصل هنبدا نتكلم على فكره التطور العلمي او التطور اللي واكب فكره زراعه الاسنان او علاج الاسنان التلفه او كل ما يرتبط بالتقدم العلمي في المجال ده ان شاء الله. نخرج الى فاصل مشاهدينا الكرام ونعود اليكم، ابقوا معنا. اهلا بكم الى الجزء الاخير في حلقه الليله، والحديث ممتد مع دكتور عماد فتحي حول صحه الفم والاسنان. اهلا بك مجددا يا دكتور. اهلا بك. اهلا بك. ما تبقى من وقت مع حضرتك نريد نركز فيه على التقدم العلمي اللي واكب فكره علاج الاسنان. قبل مساله زراعه الاسنان، هل في يعني امور ما ممكن نتجنب بيها فكره الخلع او استبدال الاسنان اللي ربنا اكرمنا بيها باسنان بديله او اسنان صناعيه؟ طبعا. ولا يعني العلم انجز او يعني جاب من الاخر زي ما بيقولوا، طالما في مشاكل فيتم استبدالها باسنان صناعيه جديده يعني؟ لا لا، هو ده كلام مش مظبوط، لان احنا مهما بدلنا ومهما غيرنا بحاجه صناعي عمره ما يجي زي الطبيعي او زي اللي خلقه ربنا. تمام. فاحنا بنحاول نعالج كل مشاكل الاسنان على قد ما نقدر لحد ما تنفذ قدراتنا وكل علمنا، وبعد كده نتجه للايه؟ للاستئصال اللي هو الخلع. تمام. فعشان كده دايما بقول طول ما في متابعه يبقى انا بلحق مريضي من قبل ما يحصل تسوس. طب نفرض مثلا حصل تسوس، بنعمل عمليه كحت للتسوس وحشو عادي. تمام. مريض زاد شويه في التسوس وصل العصب، بنعمل حشو عصب وعلاج جذور. زاد شويه وحصل خراج، بنعمل معالجه للخراج دون ونعمل علاج جذور، وبنعمل دعامات وبنركب طربوش على الضرس الطبيعي اللي خلقه ربنا. تمام. لنفرض مثلا عيان طنش كل ده وراح جاي اتجه للايه؟ للخلع. طب هنا برضو نقطة مهمة حضرتك أشرت إليها، إنه الأسنان اللي ربنا أكرمنا بيها لا يضاهيها أي أسنان طبعًا بديلة. طبعا مهما عملنا، مهما ما وصلنا للعلم على حتى لو بعد مليون سنة عمرها ما تيجي زي الطبيعي خالص. بس في ناس ربما تكون أسنانهم بحالة جيدة. مظبوط. ويستبدلها تماما أو كلها بأسنان صناعية جديدة أو كأنها أصبحت موضة يا دكتور يعني. لا لا لا، ده غير صحيح، غير صحيح. أنت حضرتك بتشوف حالات زي دي طبعا. مظبوط مظبوط. بس هي كل اللي إحنا بنقدر نعمله إن إحنا نعمل تجميل وليس استبدال. تجميل بمعنى لما تبقى مثلا واحده عايزه تجمل اسنانها، اسنانها مسفره مش مرصوصه كويس، بنعمل عمليه اعاده رص الاسنان ونعمل تغطيه للاسنان الطبيعيه بقشره تجميليه، وليس خلع كل الاسنان واستبدالها بزراعه. لان عمرنا ما نقدر نعمل ان انا ازرع سنان كلها الا لما العيان يبقى جاي لي اصلا هو ما عندوش سنان. ما عندوش سنان خالص، فبضطر ان انا بتجه للزرع او التركيب. لكن لما يبقى عيان جاي لي عنده مشاكل في سنانه بنحاول نعالجها بكل السبل وليس خلع كل الاسنان. تمام. تمام. فكل اللي بيحصل مثلا دلوقتي مثلا على الانترنت او في الفيديوهات او غيره اغوره عباره عن تجميل الاسنان. حضرتك في بعض الصور ربما مع حضرتك. مزبوط. مرتبطه بمساله استبدال السنان او زراعتها، ان شاء الله نشوفها وحضرتك بتكلم. ان شاء الله بامر الله. فهي دايما بنعرف العين ودايما بنقول له لازم تحافظ على الاسنان الطبيعيه على قد ما تقدر، تحافظ عليها بالمحافظه وبالعنايه رقم واحد، ثم بالمتابعه وبعلاجها على حسب بقى ما هي محتاجه، سواء بقى تنظيف، سواء حشو، سواء علاج جذور، سواء طرابيش، ايا كان. لكن ما تتجاهش الخلع الا في المرحله الاخيره، يعني نهار ما نحس ان هي خلاص جابت اخرها بنبتدي نستعملها. طب في بعض صورات حضرتك حابب برضه تتكلم عليها. صوره بالظبط. دي صوره بتشرح كيفيه عمليه زراعه الاسنان. ده بيبقى زي دعامه كده بنحطها جوه عظم الفك وبنحط عليها السنه الصناعيه. تمام. ده طبعا شبه خلع السنتين الاماميين، ده صوره اشاعه ليه بعد ما ركبنا السنتين الخط الابيض الغليظ ده، دي المسامير اللي هي الصناعيه المزروعه. بس السنتين اللي تم تركيبهم دول ما هم تقريبا نفس اللون ونفس مزبوط الشكل. مظبوط. ليه حضرتك بتقول ان هم مش زي السنان الثانيه او السنان الطبيعيه؟ في الاستخدام. يعني ما يقدرش عمر وفي طول العمر. اه في
في طول العمر وفي الاستخدام. يعني مش ياكل عليهم كل الاكل لا ياكل كل حاجه، بس في حاجه برضو ايه انا بحضرتك ليها، ان في ناس مثلا انا زرع لهم سنان كلها، طبعا هو عيان ما كانش عنده سنان وده فزارع سنان، فكلمته المشهوره بيقول لي يا دكتور انا باكل وبقرقش الزلط على الدروس بس ما فيش روح مش مستطعم. يقول دكتور يقول دكتور انا احساسي اكني باكل اكني انا بوق زلطتين بطحن الاكل لكن مش مستطعم الاكل الله. مش قادر انعم الاكل مش ما عنديش الاحساس اللي يعرفني الاكل نعم ولا لا، مش حاسس الاحساس ده. تمام، عشان كده دايما بقول للناس يعني بقول لهم ليه ربنا حط عصب جوه الدرس، العصب اللي هو معذب كل الناس اللي هو العصب بقى اللي بيخلينا نتقلب مع السائق ومع السخن وما بننامش الليل لو تسوس او حاجه زي كده، حطه مش عشان عذاب بالعكس حطه الحكمه حكمته ان العصب ده عبارة عن روح الدرس يحسسنا ان الاكل نعم ولا لا، طحناه كويس ولا لا، نحس بمذاق الاكل وبطعم الاكل. سبحان الله. تمام، والدليل على كده مثلا ان في دروس من اللي احنا بنعمل لها زي تموت عصب او لاج عصب ما فيش عصب بس دروس طبيعيه. تمام، الدروس دي ليه هي بتتكسر بسهوله؟ لان العيان بيدوس عليها حاجه ناشفه ومش حاسس ان هو داس بحاجه ناشفه. كمثال لو الواحد كان مثلا رز او عيش مثلا وجت زلطايه الواحد بيفز كده، الفزه دي ليه؟ العصب حس بالحاجه الناشفه فده امر المخ ان هو يعمل الحركه دي عشان لو ضغط زياده الدرس هيتكسر. الدرس اللي ما فيهوش عصب بقى انت ما فيش الاحساس ده فبالتالي بتدوس الضغطه بتاعتك بتروح كسر الايه كسر الدرس. سبحان الله، كل شيء في جسمنا طبعا. لم يخلق عبثا بالظبط. فالشخص اللي زارع بياكل ومش حاسس باي وجع واسنانه شكلها جميل جدا وبيقرقش الزلط بس ما فيش استطعام مش مستطعم، يقول يا دكتور انا باكل بس مش مستطعم، يعني بقرقش الزلط وبمضغ بس ما عنديش احساس ان انا حاسس ان انا نعمت الاكل ولا لا، طحنته حلو ولا لا، اجيب يمين اجيبه شمال برضه ما فيش اللي هو الاحساس الطبيعي. بالظبط. تمام. طب دلوقتي احدث ما توصل اليه العلم هو مساله زراعه الاسنان ولا ايه الجديد في هذا المجال؟ طيب، هو احدث حاجه تطبق في الحياة العملية هي الزراعة بكل أنواعها بقى. تمام، لكن هي في حاجة معينة بس هي تحت البحث، ان احنا بناخد الخلايا الجذعية بتاعت السنة وبنحطها في مكان السنة المخلوعة وتنمو سنة جديدة. تمام، بس دي تحت الدراسة ولسه لم تطبق عمليا على علميا او عمليا اسف على مستوى العالم. لكن احدث حاجه تطبق في الحياه العمليه هي الزراعه، فكره استنبات سنه جديده دي الاحدث عن طريق الخلايا الجذعيه. العلم لسه ما وصلش ليها ان هي تطبق، هي نجحت. هو بياخد من سنه حيه او سنه موجوده خلايا جذعيه ويحطها في مكان السنه المفقوده وتبتدي تنمو اكنها سنه طبيعيه. بس دي لازم ياخد من نفس المريض مش كده؟ لا، هي دراسات قالت لا في اي ولا أي جسم اي جسم اي اي جسم واي سنه. تمام، بس على حسب بقى اهل السنه تقبلها ولا لا، لان هم بعض الابحاث قال لك ان احنا حتى لو خدنا من نفس الجسم ساعات الجسم ممكن ياخدها. فعشان كده هي لسه تحت الابحاث لان هي لم تطبق في الحاله. بس احدث حاجه للناس تعرفها ان هي موضوع زراعه الاسنان بكل انواعها. انت حضرتك بتقول بكل انواعها وكانه في انواع كتيره قوي كتير جدا، مش مجرد الصور اللي حضرتك قريتها لنا. لا خالص. ليه بقى؟ لانه كله بيرجع على حسب الحاله وعلى حسب طريقه الزرع وعلى حسب كيفيه الزرع وعلى حسب هيزرع قد ايه. تمام، بس احدث حاجه وصلنا لها في الزراعه ان المسمار اللي حضرتك شفته ان احنا بنحطه داخل العظم ده مسمار مصنوع من ماده التيتانيوم. الماده دي العظم بيعتبرها اكنها جزء منه فبيبتدي يعشق فيها ويمسك فيها. فابتدينا نستبدل ماده التيتانيوم ده بماده الزيركونيوم اللي بنعمل بيها القشره التجميليه في الزراعه. فدلوقتي ما شاء الله في المانيا ابتدوا يعملوا الدعامات دي من ماده الزيركونيوم بتبقى اكتر صلابه وأحسن. الصوره اللي قبلها اعتقد كانت اوضح، الصوره اللي قبل دي اللي حضرتك بتتكلم عليها اكتر مش كده برضو؟ بالظبط. الصوره اللي قبل دي اللي قبل دي تمام. بالظبط، ده بيبقى عباره عن دعامه او مسمار زي ما احنا بنعرفه للناس مصنوع من ماده التيتانيوم بينحط في العظم بطريقه بسيطه وبطريقه سهله وبنج موضوعي سهل جدا وبنسيبه 3 شهور لحد ما يحصل التئام للعظم. المفروض ان اللثه بتبني عليه؟ هي لسه بتبني عليه بس اللي يمين العظم اللي هو الحاجات الحمراء اللي حواليه، هو كان المفروض طبعا العظم في التوراثيه تبقى لونه ابيض. لونه ابيض بالظبط. بس انا تخيلت ان دي اللثه من اللون الاحمر يعني. تمام، فالعظم بيبتدي يلتئم فيه بيعتبره اكنه جزء منه فيلتئم فيبتدي المسمار ده يبقى ماسك جامد جدا اكثر ثباتا وبعد كده العين ياكل عليه. بعد كده بعد المسمار ده يلتئم هنحطه فوق المسمار ده كراون طربوش ويبقى كده العيان زرع درس. وممكن مع سنه قديمه يتحط عليها الطربوش نفسه ما بتحتاجش المسمار التيتانيوم. ده خطوه ثانيه من التركيبات. عشان كده دايما بقول للناس لما عيان يجي فاقد سنه تمام بيبقى قدامنا 4 طرق. اول طريق بفكر فيه الزراعه. لو العيان يسمح له زرع امكانياته الماديه وامكانياته الصحيه والعظم بتاعه يسمح ان انا ازرع بنزرع. طب لو هو ما ينفعش ان انا ازرع فيه تمام ببتدي ان انا بعمل حاجه اسمها تركيب ثابت.
يعني لو ما ينفعلوش زرع بعمل تركيبه ثابته اللي هو ايه، بروح جاي محمل الدرس على الدرس اللي راح منه. تمام. بكوبري كده حاجه اسمها بريدج. تمام. بس المهم ان هو لازم يتعمل صح، يبقى بفكر في ده ممكن ما اسيبش فراغات بين الدرسين. دي ترجع لنوعيه التركيبه وطريقه التركيب نفسها. ان هي لازم التركيبه دي تبقى مقفله كويس جدا. لان هي لو مش مقفله هتجمع اكل، هتعمل ريحه، هتبتدي تسوس الدروس اللي انا مركب عليها التركيبه وتعمل التهاب في اللثه وصديد. ده بس ده بشرط ان الدرسين التانيين يكونوا سلام، ولا ممكن يكون حد برضو يعني درس تاني تم حشوه وتعمل عليه برضو بريدج او لا؟ عادي، ينفع عادي، مفيش مشكله. بس اصل احنا كده قبل ما نركب بنعمل حاجه اسمها تحضير للدرس. يعني درس بنحضره، لو محتاج تنظيف، محتاج حشو، محتاج علاج، محتاج اي حاجه، وبنعمل له تحضير وبيبتدي التربوش يركب فيه مع باقي التركيبه. ده بيكون ثابت في الدرسين، ثابت في الدرسين ولا بيتشال؟ لا لا لا، ثابت في الدرسين، هو زيه زي الزرع، بس الزرع انا بثبت في العض، التركيبه دي بثبت انا على الدروس اللي راح منها. تمام. بس هي لها عيوب، او بعض العيوب ان هي احيانا بيحصل فيها فراغات بتجمع اكل، وده بيعمل مشاكل كتير للايه، للعيان. طيب تمام. استاذ يوسف عايز اتواصل مع حضرتك. اهلا بيك يا استاذ يوسف. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. الحلقه ممتعه بصراحه، وانا أشكرك. يعني موضوع السنين ده موضوع مشكلة المشكلات كلها اصلا. اتفضل. انا كنت عايز اسال سؤال بس. اتفضل. الأسنان اللي هي الأطفال الصغيرين بتكون متاكلة، دي مشكلة. أنا مش عارف فعلا يعني إيه حلها، اللي هي السن الأطفال بتفضل تتاكل، فهل ده ليه حل في طب إيه؟ الأسنان الأمامية ولا الضروس حضرتك؟ لا، الأسنان الأمامية. الأمامية العلوية مش كده؟ أه مظبوط مظبوط يا فندم، مظبوط مظبوط. بس وفي حاجة تانية، التبييض الاسنان وتنظيف الاسنان ده كل فتره المفروض بيأذي الاسنان ولا ما فيهوش مشكله؟ تمام تمام. حاضر يا فندم. ماشي يا استاذ يوسف. ان شاء الله. والحفاظ بس على اسنان، والحفاظ على الاسنان، ازاي نحافظ على اسناننا؟ طيب ان شاء الله دكتور عماد يتكلم، رغم انه قدم لنا بعض النصائح في الاول، لكن برضو ممكن حضرتك تذكر. تمام تمام. طيب هي نيجي للنقطه الاولانيه، هو التسوس او تاكل اللي حصل في الاسنان الاطفال ده بيحصل دايما في الاربع قواطع الاماميه العلويه، وده بيبقى بسبب حاجه اسمها تراكم لبن الطفل او تسوس رضاعه، نتيجه ان الام بتسيب الطفل ينام على الرضعه، فبيحصل تاكل الاسنان العلويه الاماميه. فبيبقى ده تاكل نتيجه تسوس، مش نتيجه ان السنه فيها نقص كالسيوم او ضعف او غيره. حتى كمان التاكل بيبقى سريع لدرجه ان الام ما بتاخدش بالها ان السنه سوست، وبتيجي تقسم لي ان السنه طالعه كده، هي عمرها ما تطلع كده، بس نتيجه ان الطفل بينام على الرضعه باستمرار، كل ما السنه تنبت سنه اللبن ياكلها. عشان كده معظم الاطفال لو تلاحظوا تلاقي الاسنان العلويه بس، مش السفليه. اشمعنى العلويه؟ لان العلويه هي اللي تبقى في وش الرضعه، سواء بيرضع طبيعي او صناعي. تمام. طب ايه الحل بقى؟ الحل ان لازم الطفل يتعرض على دكتور اخصائي طب اسنان اطفال، يبتدي يشوف الطفل، لو لقى الاسنان دي ينفع لها علاج وحشوات بنعملها، طب لو ما ينفعش بيتشالوا عشان خاطر ما تعملش خراج او دمامل للطفل ده. طب ونسكت على كده؟ لا، لازم نحط مكان الاسنان اللي احنا شلناها حافظ مسافه عشان يحفظ الفك ينمو بطريقه صحيحه، ويحفظ ان الاسنان الجديده تطلع في نفس المكان. تمام. يعني مش نخلع وايه وخلاص، ده بالنسبه للطفل. تمام. طيب النقطه الثانيه اللي هي موضوع تنظيف الاسنان، التنظيف ده لازم يتعمل بصفه دوريه على الاقل كل 3 شهور. طب بسال حضرتك، ده ممكن يكون ليه تاثير سلبي على السنان؟ اطلاقا. ودايما حتى بوصفها للناس، بقول لهم حتى انا لو غسلت ايدي 100 مره في اليوم، هل الجلد بيقع؟ هل اصابع بتقع؟ خالص اطلاقا. انا بغسل يعني بنظف، لان احنا بناكل كل يوم وبناكل كل شويه وبنشرب حاجات كتير طول اليوم. يبقى لازم مع غسيل الفرش يبقى فيه جلسات متابعه عند الطبيب ننظف الجير، لان الدكتور لما بيجي ينظف الاسنان بيشيل الترسبات الزائده على السنه، وليس بيشيل جزء من السنه. تمام. فبالتالي هو بيغسلها، يعني بيشيل حاجات زياده. يعني بيشيل حاجات زياده على السنه، فمش هيضرها في حاجه. طيب. ده زائد ان هو بيعمل تنشيط للسنه، فلازم التنظيف يتعمل كل 3 شهور بصفه دوريه ولا يؤذي السنه. ما عدا تبييض. التبييض ده لا قصه ثانيه. التبييض لا قصه ثانيه، اللي هو بنعمل تبييض بجهاز زوم او جهاز الليزر، ده ممكن بيفتح لون السنان شويه. ده ممكن يكون له تاثير سلبي على السنان. هو مش بكتره، يعني لو اتعمل مثلا في كل سنتين مره او كل سنه ونص مره ما فيش مشكله. تمام. طب النقطه الاخيره، رغم ان حضرتك قدمت نصايح، لكن لو في نصيحه برضو تفكروا بيها، فكره الحفاظ على السنان او الحفاظ على اسناننا بشكل عام. يعني بشكل عام ان احنا نتعامل مع 3 العناصر اللي انا قلت عليهم، اللي هي المتابعه باستمرار عند طبيب السنان، الاهتمام بنوعيه الغذاء، الوقايه من اسنان، ان انا اغسل يوميا بالفرشه بانتظام، تمام، بنوعيه فرشه نظيفه، باي معجون، بطريقه سليمه الطبيب يقول عليها.
عظيم. اللي هي طريقة سليمة لغسيل الأسنان وتنظيف الأسنان. سعدنا بيك يا دكتور، وإن شاء الله نلقاك دائما على كل خير، وشكرا على كل المعلومات القيمة اللي حضرتك قدمتها لنا. دكتور عماد فتحي عبد الغني، استشاري جراحة الفم وتجميل الأسنان، شكرا جزيلا لك يا دكتور. شكر دائما موصول لحضراتكم، غدا إن شاء الله حلقة جديدة معكم مع الناس، إلى اللقاء.